ليلى في حديث القاهرة، أسئلة ساخنة في قضايا مهمة. مجلس النواب يواجه وزيرة الصناعة، متى تعود المصانع المتوقفة إلى العمل؟ ما هي مخاطر ما يحدث في السد الإثيوبي الآن على مصر والسودان؟ لماذا أصبحت عروس كفر الدوار؟ حديث السوشيال ميديا. والليلة لنا مناقشة مفتوحة، كيف يمكن إنقاذ البورصة المصرية؟ هذا وأكثر في حلقة الليل. أهلا بكم في حديث القاهرة. مساء الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بحضركم وحلقة جديدة من حلقات حديث القاهرة، حلقة الحد 5 يونيو 2022. انهزامات وانكسارات، وأنا أعتقد الحياة كده ups and downs بيقولوا عليها كده الأجانب، يعني بتطلع فوق قوي وبتنزل تحت قوي. المهم إن أيام الانكسار نبقى دايما واثقين إن احنا هننتصر. 55 سنة مرت النهاردة على نكسة يونيو 1967، وزي النهاردة برضو مر 47 سنة على ذكرى إعادة الملاحة بقناة السويس. انكسار كان صعب قوي على مصر والمصريين، اتكسر جوه قلوبنا شيء ما تخيلناش ان احنا نعيشه، لكن في نفس الوقت كان الإصرار على الانتصار واللي قدرنا نعمله بجدارة أبهرت الجميع. خلينا نقول الاحتفال بالانتصار دايما شيء بيبهج، لكن برضو ما ننساش ان احنا لازم نتعلم من اي انكسار مر علينا. طيب، الفوز للمنتخب الوطني النهاردة كلنا بندعي بيه، بدأ مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023. النهاردة بيواجه، ودلوقتي بيواجه غينيا على ملعب استاد القاهرة. المباراة دي بتعتبر مباراة مهمة جدا، أولا لأنها الاختبار الأول للمدرب إيهاب جلال اللي أخذ مسؤولية كبيرة جدا بعد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، بعد ما انتهى مشواره مع الفراعنة بعد المباراتين اللي جمعت مصر والسنغال في تصفيات المونديال، واللي انتهت طبعا زي ما انتم عارفين بضربات الترجيح. بنتمنى النصر للمنتخب المصري، والنهارده على مدار الحلقة هنتابع معاكم نتائج المباراة مع كل نتيجة ومع كل فرصة هنشوفها معاكم على مدار ساعتين كاملين. وإن شاء الله إن شاء الله نكسب النهاردة، وإن شاء الله نفرح ونفرح الناس اللي بتراهن على إن مدرب المنتخب الوطني لما يبقى وطني معناه إن إحنا مرة تانية هنحقق إنجازات زي اللي حققناها مع الأسطورة الكابتن حسن شحاتة. طيب النهاردة كمان مصر زي كل الدول بتحتفل بقالها 50 سنة باليوم العالمي للبيئة، المناخ. طيب من أعلى هضبة في الوادي الجديد النهاردة تم إعلان من خلال السيدة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد. وزيرة البيئة أعلنت أن مدينة الخارجة هي أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ في مصر. طبعا الاحتفاليات اللي بتقوم بيها البلد زي كل بلدان العالم باليوم العالمي للبيئة 2022 شعاره السنة دي ملفت لسبب واحد بس. الشعار طبعا جميل، اللي هو لا نملك سوى أرض واحدة، ما عندناش غيرها، يعني هنجيب أرض تاني منين؟ لكن على قد ما هو جميل، على قد ما هو بالنسبة لي كان علامة استفهام، لأن من 50 سنة مع أول يوم عالمي للبيئة كان ده نفس الشعار بالظبط، لا نملك سوى أرض واحدة. عملنا إيه في 50 سنة غير إننا بنرجع لنقطة الصفر؟ إلا إذا كنا بنحاول بجدية كل واحد في مكانه، سواء كان مواطن أو كان مسؤول، أنه يغير من شكل الكوكب، لأن بالفعل عندنا أزمات كبيرة جدا بنواجهها حاليا، وبتبان في درجة حرارة بتختلف هنا، في زلزال في بلد ما كناش بنسمع فيها، في زلازل، في انقراض كائنات من اللي بتحفظ التوازن البيئي بتاعنا، في خلل بيحصل، محتاجين تضافر كل الجهود. احنا بنستعد طبعا لاستضافة مؤتمر المناخ في مصر هنا كوب 27، هينعقد في نوفمبر شرم الشيخ، وهيحضر فيه ناس من كل أنحاء العالم. مصر بتحضر له بقوة، لكن المهم مع هذه التحضيرات يكون فيه تفعيلات للنتائج اللي احنا توصل ليها. ده اللي بنتمناه كبشر
جنس واحد بس عايش على كوكب الأرض، سواء كان في أمريكا أو كان في جنوب أفريقيا، هو جنس واحد بس، أبيض أسود مسلم مسيحي بوذي، كلنا جنس واحد بس. اللي يعرف أب وأم تانيين غير آدم وحواء يقول، اللي شاف بني أدمين على كوكب تاني يقول، يعني مفيش أدعى من كده علشان نحافظ على الكوكب اللي عايشين فيه. طيب نشوف عناوين الأخبار ونرجع نبتدي معاكم قصصنا الإخبارية، وعندنا منها كتير النهاردة وتفاصيل مهمة جدا هتكون موجودة معانا بعد ما نسمع عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يشهد فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي ويتفقد معرض الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية. التموين تقرر حذف كل من يتخطى سفره للخارج 3 أشهر متواصلة. وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة في أوكرانيا. رئيس هيئة الاستثمار يبدأ زيارة ترويجية لجذب الاستثمارات القطرية إلى مصر. المؤبد بحق 3 متهمين والحبس 10 سنوات إلى 10 آخرين وبراءة 5 في قضية اللجان النوعية بحلوان. القبض على متسول في الجيزة جمع 6 ملايين جنيه أونلاين بزعم إصابته بأمراض. قوات سوريا الديمقراطية تعلن استعدادها للتعاون مع دمشق لصد الهجوم التركي. الأمم المتحدة بدون تمويل عاجل لخطة مواجهة أزمة صافرة المهجورة قبالة سواحل اليمن، سنقترب من كارثة إنسانية. لبنان يؤكد تمسكه بحقوقه في منطقة بحرية متنازع عليها مع إسرائيل. بوتين يهدد بتوسيع نطاق ضرباته حال تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى. 3 قتلى و11 جريحاً في إطلاق نار بأحد شوارع فيلادلفيا الأمريكية. الصحة العالمية الكشف عن 780 إصابة بجدر القرود في 27 دولة. منتخب مصر يستهل مشوار التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية 2023 بمواجهة غينيا. أهلا بحضراتكم من جديد، بداية حديث القاهرة وقصصنا الإخبارية النهاردة بدأنا بخبر مفرح، يعني الخطوات على قدم وساق. امبارح كنا استعرضنا معاكم اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، اللي أصدر فيه قرار بتشكيل لجنة الإعداد لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة. احنا بالمناسبة من أول ما تم الإعلان أساساً عن أنه قريب قوي حيتم الإعداد لهذا القانون وإحنا في انتظاره على أحر من الجمر. الجميل أن النهاردة بقى تم إصدار بيان بقائمة هذه اللجنة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفي، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق. مشروع القانون الجديد بيهدف أن يقلل النزاعات ويحقق العدالة الناجزة في الأسرة المصرية، ده من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق كل أفراد الأسرة. زي ما قلنا مبارح أب أم لو في أطفال، يحق للجنة اللي تم تشكيلها بناء على القرار اللي خرج النهاردة وبعضوية 10 من القضاة إنها تتلقى الاقتراحات بشأن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية. وده شخصياً أنا وقفت قدامه بمنتهى الفخر، يعني أي حد من حقه أن يدلو بدلو وإنه يقدم مقترحات لهذه اللجنة اللي هتقوم بفحص كل المقترحات والنظر فيها ووضعها بعين الاعتبار. وده طبعا شيء مهم جدا. اللجنة اللي بتتكون من 10 من القضاة المتمرسين والأسماء اللامعة بتضم أيضا 2 من القاضيات، وده في حد ذاته صوت يعني قوي جدا ومعبر جدا داخل هذه اللجنة، اللي احنا كلنا عندنا أمال كبيرة إنها تخرج بمشروع قانون يصلح للجميع ويحقق العدالة الناجزة. زي ما قلنا اللجنة دي هتنتهي من أعمالها خلال 4 شهور من تاريخ القرار اللي صدر النهاردة. وزير العدل من حقه أن يمد المدة دي للوقت اللي يلاقيه مناسب، يعني لحد ما يتم الاستقرار على الشكل النهائي لبنود هذا ومواد هذا القانون. اللجنة دي يمكن ليها أنها تشكل مجموعة استشارية من المتخصصين
وده عشان تحيل موضوع واحد ليها، يعني علشان تدرسه وتحيله ليها موضوع واحد أو أكتر من موضوع، وعشان تاخد كمان مشورتها مجموعة المستشارين اللي من حقها أنها تقرر وجودهم. القرار ده تضمن سرية المناقشات ومداولات اللجنة. طبعا دي حاجة مهمة جدا، لما نقول أن ممنوع التصريحات وممنوع الخروج للإعلام بأي تصريحات لأي من أعضاء اللجنة اللي تم تشكيلها النهاردة، وإن خروج أي معلومات من اللي بتناقش أو أي مواد من مواد هذا القانون اللي بيتم إعداده أو مشروع القانون اللي بيتم إعداده، معناه بتقفل الباب تماماً على أي لغط أو حديث أو ضغط على هذه اللجنة، لأن أي شيء بيخرج في صورة غير مكتملة، يعني صورة منقوصة، معناه بيعمل ردود أفعال ليست حقيقية ممكن تؤثر في صناعة القرار، وده مش محتاجينه في مشروع زي ده خالص. طبعا احنا كلنا ثقة في اللجنة الموقرة اللي بالأساس بعتت رسائل اطمئنان للناس وبتقول لهم احنا هنحط كل الأمور في الاعتبار، ومن امبارح احنا اعلنا ان هيتم الاستعانة بكل البيانات في المجالس المتخصصة والمراكز المتخصصة اللي عندها معلومات عن كل ما يتم في أروقة المحاكم خاص بالأسرة المصرية. احنا في انتظار المشروع انه يخرج ويتعرض للمناقشة المجتمعية، نتمناه من قلبنا بعد انتهاء الأربع شهور دول، ونشوف معاهم ومعاكم مشروع قانون يضمن للجميع الحقوق واستقرار الأسرة المصرية اللي كلنا محتاجينها تستقر. ده أول خبر حبينا نقوله لكم النهاردة، يعني بدأت خلينا نقول الماراثون علشان تحضير هذا القانون. طيب القصة التانية اللي معانا النهاردة قصة من محافظة البحيرة، مدينة عزيزة على قلبي أنا شخصيا، يعني عيلتي كلها تواجدت هناك سنوات وسنوات، مدينة كفر الدوار. مدينة كفر الدوار بنت منها كانت حديث السوشيال ميديا، يعني تمنيت ان كل اللي كنت بقراه انا كمان على السوشيال ميديا ما يكونش حقيقي. اندهشت جدا، مش من اللي قالته البنت زي ما الناس قعدت تعلق، بنت في كاتب كتابها بمنتهى البساطة حبت تقول انا عايزة اوصي جوزي واطلب منه طلب، زي ما انا حراعي اهلك اتمنى ان انت تراعي اهلي وتاخد بالك منهم، وخصوصا أمي ثم أمي. وطبعا الأم فوق الرأس، ده كلام عادي طبيعي، دي حقوق طبيعية ليها كزوجة عليه، ما هي الشروط ولا إملاءات، يعني إنها تقول شيء طبيعي وجميل ويبين قد إيه هي بنت بتحفظ حق أهلها وهتحفظ حق أهل زوجها، ده تتحط فوق الرأس تاني. أمنية طارق اتفاجئت هي وجوزها وعائلتهم زي ما إحنا اتفاجئنا، أنا شخصياً زي ما قلت وصل معايا الموضوع لدرجة الاندهاش والاستنكار من ردود الفعل على السوشيال ميديا، الناس مستنكرة ومستغربة الأمر وكأن البنت عملت جريمة مهولة إنها بتضع شروط. الشروط أساساً ليها وصف آخر ومن حقها تضع كل الشروط اللي هي عايزاها، ده حق بيكفل ليها الدين والقانون بالمناسبة. وخرجت النهاردة تصريحات من الأزهر بتقول إن دي ما فيهاش أي مشكلة خالص، لكن اللي طلبته أمنية ما كانش شروط، اللي طلبته أمنية ده حق طبيعي مفترض تتلقاه من زوجها، ولو ما كانتش بتحبه واثقة فيه ما كانتش قالت له كده على الملأ. هي حبت تطمن أهلها أبوها وأمها لأنها بنت وحيدة، وحبت تطمن أخوها الصغير كمان طروقة طارق. إحنا بنتمنى لأمنية إنها تعيش سعيدة، لكن أنا شخصيا عايز أعرف هي وجوزها قبلوا ردود الأفعال دي إزاي؟ استغربوها، استنكروها، الموضوع كان متخطط له عشان تعمل شو زي ما الناس قالت عايزة تعمل ترند؟ ومين اللي وصل عقله وتفكيره إنه يقول له أنت إزاي هتعيش معاها بعد اللي هي عملتها؟ يعني أنا شخصياً زي ما قلت لكم استغربت جداً. خلينا رحب بأمنية طارق معنا على التليفون في حديث القاهرة. أمنية ألف مبروك. أمنية أنت سمعاني؟ مساء الخير والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. انت عروسه زي القمر، ربنا يحميكي ويهنيكي مع جوزك. واضح يعني ان جمع بينكم موضوع بعد يعني التواصل وتفاهم بينك وبينه كبير، والا ما كنتيش قلتي اللي انت قلتيه ده من وجهه نظري الشخصيه، بس عايزه اعرف انت قلتي كده وانت مخططه ولا دي خرجت كده؟ اكدي لي المعلومه بس. اتنين يعني كان احساسك ايه والناس بتتكلم كل الكلام ده على السوشيال ميديا انت وجوزك؟
بصي انا ما كنتش مخططه ولا حاجه، انا كنت عايزه بس كنت عامله حاطه في دماغي يعني ان انا اقول له كلمتين قدام الناس اللي موجودين، ان انا اقول له ان هو احسن حد انا اخترته وكده، كنت حابه افرحه بس بطريقتي. اتفاجئت بقى بهجوم الناس، مش فاهمه على ايه يعني، ما عملتش حاجه غلط، ما هو الا مخليني من ورا وخلاص، ما مش عارفه في ايه. واهلي متبهدلين وخطيبي متبهدل، فليه كل ده؟ مش فاهمه يعني، ما عملناش حاجه غلط. متبهدلين يعني ايه متبهدلين؟ ما فهمتش يا امنيه. من الكلام والتعليقات السلبيه، وانتي مسيطره وانتي ما اعرفش، هو محدش عارف حاجه على فكره. اللي هو ايه اللي الناس مش عارفاه؟ ما تشرحي لي. بصي يعني قولي، انا اختك الكبيره طبعا وسمعاكي، وبقول لك عندك فرصه انك تقولي لكل الناس اللي جرحتك او جرحته او قالت كلام يمكن يكون سبب لكم للدرجه دي اذى انتوا وعائلاتكم، انك تقولي لهم اللي انت عايزاه. ما يرضيش حد، حرفيا ما يرضيش حد اللي حصل. ما ضايقتش اي حد من اللي عمل لي كومنت سلبي، ما ضايقتهمش بحاجه، ما زعلتهمش عشان انا اتهاجم الهجوم ده. وكمان يعني الفيديو كان عندي للذكرى، محطوط عندي على الاكونت للذكرى، صحابي خدوه شيروه مبسوطين بيا. اتفاجئ ان انا اتبهدل البهدله دي، طب عشان ايه؟ عشان قلت له امي تحطه في عينيك، ولا عشان فكرت فيه قلت له انت خير الزوج والسند والصاحب، ولا عشان ايه؟ مش فاهمه. ما يعني معلش، انا بشوف فيديوهات كاتب كتاب بيقوموا يحضنوا بعض ومعرفش ايه، ومحدش بيتكلم عليهم، محدش بيقول لهم طب كنتوا حضنتوا بعض بينكم وبين نفسكم مش قدام الناس. انما انا قلت ايه قدام الناس غلط؟ يعني الحضن حلال قدام الناس وحلو ومباح، انما كلامي انا اللي وحش قدام الناس؟ احنا مش هنقارن بين الاثنين. طب جوزك كان رده ايه على الكلام ده؟ كان معاكي هو جوزك واهله صندوقي ولا؟ انا اقول لحضرتك حاجه، حمايه اللي كان واقف ورايا وبيقول للناس اسكتوا عشان عايزه تقول كلمتين، يعني حمايه اللي في ظهري، ربنا يخليهولك اللهم، ويفضل دايما في ظهرك. بعدين احنا ناس عاديه، مش ناس لا طاردين ترند ولا اصلا كنا نعرف ان احنا هنخش بقى في السوشيال ميديا. هو الموضوع عمل لكم تعاسه من ساعه ما انتشر اصلا؟ يعني الموضوع مش عامل لكم اي نوع من انواع الفرحه؟ ومأثر علينا نفسيا جامد والله. انا يعني امنيه مش عايزاكي تحطي اي حاجه من الحاجات دي في بالك، بس عايزاكي تسالي لي جوزك، ولو جنبك يا ريت انا اللي اساله، لو كان هو اللي طلب منك الطلب ده قدام الناس على الملأ، هل الناس كانت هتقدره انه بيهتم بامه واهله وهيحطهم في عينيه وعايزك تحطيهم في عينيه، ولا كانوا هيزعلوا منه؟ والله انا مش عارف، بس انا على فكره جوزي برضو كان اول ما جينا ارتبطنا قال لي انا رضا امي عليكي اهم شيء، اهم مني. فاحنا انا وهو بنقدر يعني والدنا ووالدتنا، ما انا برضو ما يبقاش اهلي شقيانين عليا ومتبهدلين عليا وفي الاخر ما اقدرهمش. فاحنا الاثنين بنقدر اهلنا، وحتى هتلاقي اهلنا اهلي واهله متفاهمين جدا مع بعض، فما عملناش حاجه. ويا رب دايما. بصي أمنية، احنا هنا كحديث القاهرة، وزي ما قلتلك انا كأخت كبيرة كمان هقولك ان سوشيال ميديا ما اعتقدش ليها اي تأثير على اتنين زوجين ربنا يهنيهم واهليهم متفاهمين. واذا كنت انت بتسألي نفسك عملتي حاجة غلط، ما تطرحيش السؤال، لان ما فيش شيء غلط، بالعكس اللي انت عملتيه ده طبيعي، الحقوق الطبيعية والواجبات الطبيعية بين الزوجين، وانا مقدرة ان انت وجوزك تبقوا متفاهمين لده. والسوشيال ميديا دايما مجال لاشياء مش من المفترض تكون هي اللي بتحكم علاقاتكم الشخصيه. ربنا يهنيكم يا امنيه. الامنيه ده عملته شرط. طب ايه رايكم نسال السؤال بشكل تاني، هل من حق الزوجه في وقت انها تكتب بالكتاب تقول انا عندي شروط؟ اللي هي عملته ده من وجهه نظري يدخل في دايره الحقوق، ما تكتبش في العقد، ده كلمه والتزام قدام الناس بشيء طبيعي، الطبيعي ان جوزها كان هيعمله. لكن حتى ده نزود عليه بقى، نقول اللي كانت ممكن تشترطه عايزاه ما يتجوزش عليها او يتجوز عليها، توافق او ما توافقش، يجيب لها ايه، تشترط ايه، واي شرط هتحطه ممكن يخل بعقد الزواج اذا تم نقضه. النهارده الدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراه نشرت بوست، البوست ده كان بيتضمن نسخه من عقد زواج الشيخ رفاعه رافع الطهطاوي، الشيخ العظيم، في عقد جوازه من مراته سنة 1840. عدوا انتوا بقى من قد ايه، ده من ياما قوي.
العقد كان فيه شروط، الشروط دي بتقول عدم الزواج من أخرى، يعني كانت بتشترط. وفي وقتها بقى بما إن كان فيه جواري ولا حتى يتخذ جواري ولا ما ملكت الأيمان، وده الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي، مش بنتكلم على أي حد يعني. إذا كان ده بدأ من 1800 وشوية، النهاردة من حق الزوجة إيه تحطه في عقد الجواز علشان الناس اللي بتتنظر باللي عملته أمنية تقفل بقها وهي بتسمع رأي القانون ورأي الدين؟ معانا الأستاذة نهاد أبو القمصان على التليفون، واللي هتوضح لنا من حق الزوجة تحط شروط إيه بالظبط. أستاذة نهاد رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، طبعا المحامية الكبيرة المعروفة والزميلة العزيزة، أهلا بيكي معانا في حديث القاهرة. بيكي مساء الخير. مساء الخير يا أستاذة نهاد. إيه رأيك في اللي حصل مع أمنية؟ تعليقك الأول. أنا اتبسطت قوي، يعني أنا شفت أمنية وهي بتقول له أنت يعني أعظم انتصاراتي، وحسيت إنه فيديو لطيف جدا جدا، وحسيت إنها بنت قوية ومتعلمة كويس، وأكيد جوزها ده حد قوي زيها، وحاجة كانت مبهجة جدا. بس أنا عايزة أقول لها إن الناس اتخضت ليه، أنا عايزاها بس هي وجوزها يجيبوا فيلم خلي بالك من جيرانك بتاع عادل إمام، لما كل واحد عمل فيها سبع البرومبا وقعد يقول لعادل إمام لازم تبقى عامل إيه مع مراتك وهو كان زي القطة، واللي راحت لبليبة لازم تبقى عاملة إيه زي جوزك وهي كان مع جوزك وهي كانت أخيب من القطة. فهو كل واحد بيسقط فشله وخيبته على الناس، يعني ممكن تبقى اللي انتقدها من البنات علشان غيرانة من اللي هي عملته، ومن الرجالة إنه مخضوب. هو ممكن قابل واحدة زي دي مثلاً وتبقى بالقوة دي؟ وطبعا الحموات يموتوا طبعا، اللي زي أمنية دي بنت ما شاء الله عندها فصاحة وطلاقة لسان وحاجة مبهرة ومش مخضوضة قدام الناس، ويعني حاجة مشرفة. اللي بيقعد بقى ليل نهار يقولك أمهات المؤمنين كانت قوية في الحق وكانت فصيحة، وكان ده انتوا لو أمهات المؤمنين موجودين دلوقتي كنتوا عملتوا فيهم ايه في السوشيال ميديا؟ لما واحدة ما عملتش حاجة غير انها بتقول له انت يعني اعظم انتصاراتي وسندي وانا بأمنك عليا وعلى اهلي وهحترم اهلك لما تحترم اهلي. انما احساس الناس بالعجز والفشل احيانا السوشيال ميديا بتديهم فرصة انهم يستخبوا ورا شاشات ويصبوا عجزهم وفشلهم على الاخرين يعني. فده انا بس حبيت افهمها. اتفرجي تاني على فيلم خلي بالك من جيرانك بتاع عادل امام، لانه اياميها انت وجوزك بقى يعني طبعا هتفهموا بالظبط. اياميها ما كانش فيه سوشيال ميديا، بس كان فيه الشخصيات المسمومه دي اللي بتعلق فشلها على الاخرين. فانا شفت الفيديو بصراحه حسيت ان هو لطيف ودمه خفيف وضحت كده وجهه نظرك وربنا يهنيهم. طب انا عندي سؤال التاني بقى، اللي قالته أمنية من وجهة نظري ما هو الشرط، ده حق من الحقوق الطبيعية، هتراعي أهلي وراعي أهلك وراعيك في الصحة والمرض وجنب بعض طيب، لكن اللي كتبته الأستاذة مايا مورسي، الشروط اللي كانت موجودة في عقد جواز شيخ رفاع رافع الطهطاوي، بتقول واللي حضرتك قلتيه معانا هنا قبل كده في حديث القاهرة في فقرة لها رأي آخر، عايز أسمعه من حضرتك وأسمعه للناس اللي عملت التعليقات دي. من حق الزوجة تحط شروط في عقد الجواز ولا لأ؟ وإذا لم يلتزم الزوج، وإيه نوعية الشروط؟ أصلاً عقد الجواز المصري المعمول به في مساحة فاضية مربع كده بيجي المأذونين يعملوا فيها إنهم أوصياء على الناس ويقوموا شاطبين عليها. بس هو الحقيقة لما اتغير عقد الجواز سنة 99، قبل 99 ما كانش فيه المساحة الفاضية دي، وبعدين اتغير عقد الجواز وكان المشروع المقدم واللأمل انه يدخل في تعديلات القانون الجديد، كان في مساحتين فيهم زي شروط نقدر ايه اللي هي يعلموا عليها، يعني مثلا الا تتزوج عليها، الا مش عارفه تسافر وتتركها، ان تكمل تعليمها، انها تعمل لا تترك عملها، يعني الشروط اللي كل دي شروط مشروع العقد بشريعة المتعاقدين حتى في الشريعة الإسلامية. طبعًا. أنا بشتغل، لما تيجي تاخدني وأنا بشتغل ما فيهاش تقول لي اقعدي في البيت، والعكس صحيح، ممكن أبقى أنا ما بشتغلش بعد ما اتجوزنا اتزنقنا تيجي تقول لي انزلي اشتغلي. فهنا الناس بتحط الشروط، أنا مش عايز، أنا متجوزة راجل كامل، مش عايزة ألاقي نفسي في لحظة من اللحظات متجوزة نص راجل وزوجها بار تايم، يعني نص وقت يجي لي ثلاث أيام ويروح لها ثلاث أيام، كل دي شروط ممكن تتحط. والزوج كمان من حقه انه يحط الشروط اللي هو عايزها في عقد الجواز، فممكن يقول والله
انا مشترط على زوجتي انها تشتغل وتساعدني، او لا انا مشترط عليها انها ما تشتغلش. بالعكس، انا رايي ان الناس قبل ما تتجوز لو خدوا نسخه فاضيه من عقد الجواز وقعدوا هما الاثنين يفكروا انهم لو هيحطوا شروط على بعض يحطوا ايه، ده هيساعدهم كويس قوي في التخطيط لحياتهم، بدل ما احنا كل اللي بنخطط له نجيب كام ملايه وكام فوطه وكام كرسي وكام كنبه. انما لو الناس اتكلمت بجد على حياتها ومحتاجه ايه من كل الاطراف، حتى على مستوى المعامله، البنت اللي قالته ما فيهوش حاجه، على مستوى الخلف، احنا هنخلف كمان سنتين ماشي، يعني لو واحد لسه عنده اقساط وعنده ديون ومش عايز يخلف على طول، من حقه انه يقول لمراته انا مش عايز اتورط في عيل على طول، خلينا ناخد سنتين نسدد ديوننا الاول وبعد كده ونستمتع في حياتنا وبعد كده نعمل كل ده مشروع. كل ده مشروع وفق القانون؟ وفق للقانون طبعا، لانه انا بقول لك وفقا للقانون في مساحه فاضيه في عقد الجواز، وان شاء الله في حلقه من حلقاتنا نشير عقد الجواز، نجيب صوره منه، عقد الجواز الحالي المعمول به مساحه فاضيه. يا ريت يا استاذه نهاد. دايما بقول لك المأذونين بقى بيشتغلوا اوصياء على الناس ويشطبوا على المساحات الفاضيه دي، محدش يكتب حاجه ومصابين عليها. لا، اول ما يتخطبوا الناس، بدل ما بنقعد نقول انت عارفه ان ممكن نحط في قائمه، نحط حتى ما يتعلق بقائمه المنقولات جوه هذه المساحه، بعد مثلا لو لا قدر الله ما حصلش وفاق مين ياخد قائمه المنقولات، او مين ياخد ايه، الولاد حضانتهم يبقى شكلها عامل ازاي وعند مين، كل شيء ممكن يبقى موجود في هذا. ده نفرد له حلقه بقى يا استاذه نهاد. احنا اخذنا الخط الاساسي ان من حق الناس انها تحط شروطها سواء كان الزوج او الزوجه، وده شيء لا يعيب الطرفين اطلاقا، يعني العقد شريعه المتعاقدين. أبداً. احنا في انتظارك يوم الثلاث اللي جاي، وعارفين هيبقى معانا ملف مهم للناس زي العاده. بنشكرك جدا استاذه نهاد ابو القمصان، رئيسه المركز المصري لحقوق الانسان. طيب احنا هنرجع بعد كده على فكره لسطوة السوشيال ميديا النهاردة في حديث القاهرة مرة تانية، لكن دلوقتي علامة استفهام انطرحت واحنا بنتكلم تاني، يخفت الموضوع ويعلى مرة تانية. السد الأثيوبي، أحدث الصور لسد النهضة نشر، أو سد الأثيوبي اللي نشرت واللي التقطت بالأقمار الصناعية، بتقول إن السلطات الإثيوبية تواصل تعلية الممر الأوسط في السد. ده طبعا استعداد علشان الملء اللي هيتم في اخر الشهر اللي احنا موجودين فيه ده، واول شهر 7، وبناء عليه بدات تفرغ بعض السدود الاخرى علشان موسم الفيضان قبل ما يجي وعمليه التخزين اللي هتتم. طبعا الموضوع ده محتاج ان احنا نفهمه، علشان كل خطوه بتتم في السد الاثيوبي هتاثر على دول المصب اللي هي بالاساس السودان ومصر. ايه اللي بيحصل بالظبط هناك وتاثيره ايه علينا؟ الدكتور عباس شرائي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة وخبير الموارد المائية، معانا على زوم. أهلا بحضرتك معانا يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذة كريمة، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، مشرفنا جدا. دكتور، إيه اللي بيحصل بالضبط دلوقتي في السد الإثيوبي وفق النظرة اللي حضرتك شفتها، الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية؟ هو بالنسبة لسد النهضة، احنا شفنا في فبراير الماضي تم تشغيل اول توربين، وتشغيل التوربين معناه امرار مياه لتشغيل التوربين ثم تنتقل الى السودان والى مصر. لكن التوربين كان المفروض المتوقع ان هو يصرف المياه، كان في مياه زائده بتمر من اعلى السد، وطالما المياه بتمر من اعلى السد يبقى ما فيش وضع خرسانه الا عندما تتوقف هذه المياه. كان أمل إثيوبيا أن التوربين يقدر يمرر المياه اللي بتمر من أعلى السد، ولكن التوربين ما كانش بيشتغل بكفاءة، فاضطروا أن هم يفتحوا بوابة من البوابات اللي ما فيهاش توربينات بس عشان تفرغ جزء من المياه لكي يجف الممر الأوسط ثم يبدأ وضع الخرسانة. وبالفعل في 12 مارس الماضي تم فتح بوابة وانخفض المنسوب بالفعل، وبدأت الأعمال الخرسانة في على جانبي السد ثم في الممر الأوسط. إذن الأعمال الاستعداد للتخزين الثالث بدأت من فبراير الماضي بتشغيل التوربين ثم بفتح البوابة. الحقيقة يعني صور الأقمار الصناعية يعني أظهرت أن هناك تقدم في وضع الخرسانة لهذا الاستعداد، والأمطار بتبدأ في الزيادة في أول شهر 7. إذن أمام إثيوبيا الآن
باقي شهر يونيو بالكامل، وممكن كمان منتصف شهر 7 في تعلية الممر الأوسط. هم علوا ما يقرب من حوالي 5 متر، المستهدف إن هم يعلوا 20 متر، ولو تم تعلية 20 متر معناها تخزين 10 مليار متر مكعب، هذا هو المستهدف. ده مستهدف خلال فترة يونيو منذ عامين، ولا المستهدف على الإطلاق للانتهاء من السد الإثيوبي؟ لا، المستهدف خلال هذا الصيف أن يتم الارتفاع ل 20 متر قبل منتصف يوليو القادم، بحيث أن أمطار هذا الموسم يتم حجز منها حوالي 10 مليار متر مكعب. يمكن المستهدف كان من سنتين هو تخزين 18.5 مليار، ولكن الأعمال الخرسانية لم تسمح إلا بتخزين 5 مليار فقط. وفي العام الثاني اللي هو الماضي تم أيضا، كان إثيوبيا استهدفت أنها تكمل 18.5 مليار، ولكن لم تستطع سوى تخزين 3 جديدة على 5، أصبح في البحيرة 8 مليار متر مكعب. هذا العام بتستهدف أنها تكمل 18.5 مليار اللي كانوا المفروض يبقى من سنتين. تم تفريغ حوالي، لما فتحوا البوابة تفريغ حوالي 2 مليار، يعني البحيرة دلوقتي فيها 6 مليار. المستهدف أنهم يكملوا 18.5 مليار. هل هتنجح إثيوبيا في الارتفاع بالسد وتخزين 18.5 مليار اللي هي لم تنجح في سنتين، واللي المفروض هذه كانت تبقى من في نهاية 2014؟ المتوقع بالفعل تعلي جزء، ولكن التخزين يكون 5 مليار متر مكعب، لكن يظل هذا تخزين غير طيب متفق دكتور عليه عباس. ويعتبر خرق للاتفاقيات السابقة. دكتور عباس، احنا توقفنا عند المعلومة اللي بتقول انها فتحت ممر من الممرات علشان تفريغ السد، وده ممكن يأثر بشكل او باخر على مدن سودانية، وبعد عدد معين من الأيام قد يصل التأثير إلى مصر. أنا الحقيقة عايز أفهم من حضرتك الجزئية دي، فتح البوابات أو علشان تفريغ المية ده إيه بالضبط اللي بيحصل في هذه الجزئية، وبالفعل في خطر بيتشكل على مصر والسودان من ده ولا لا؟ أولا غير مؤكد كمية التخزين، يعني احنا بنتوقع انها تكون من 3 الى 5 مليار، اثيوبيا بتستهدف 10 مليار، نفس الشيء العامين الماضيين، اذا وقد تنجح اثيوبيا، يعني ده احتمال. اذا احنا امام احتمالات، وده بيربك الخطه للزراعه في مصر وفي السودان، وخطه تشغيل السدود، لان احنا مش عارفين هل هيخزنوا 10 مليار ولا لا. لو خزنوا 10 مليار لها حسابات، بحيث ان احنا مثلا بنقلل مساحات الارز ولنا تدابير تختلف، لو ما فيش تخزين لنا تدابير اخرى. نفس الشيء في السودان واشد، السودان هو اللي في الموقف الاصعب، لان السودان لديه سدود صغيره بعد سد النهضه. فالسودان قبل موسم الامطار لازم يستعد لهذه الامطار ويفرغ جزء من هذه السدود. حصل ده في التخزين الاول منذ عامين وفرغ، وبعدين اثيوبيا بدات في التخزين، السودان وجد ان سدوده خاليه من المياه وتعطلت بعض محطات المياه عن الشرب، وبالتالي ده كانت عملت طيب مشكله كبيره، انخفض منسوب النيل الازرق وتوقفت محطات المياه. السودان الان في ركه، هل يفرغ سدوده استعدادا للمياه القادمه، ولا يحافظ على المياه في لاستخدامها في الوقت اللي اثيوبيا سوف تخزن؟ لان اثيوبيا لو خزنت 10 مليار معناها ان في تقريبا 40 يوم المياه ممكن ما توصلش للسودان. المشكله دي مش موجوده عند مصر بسبب ان السد العالي وسعته كبيره، وبالتالي لن يضر السد العالي يعني هذه التخبطات، ولكن بيتوقف على السياسه الزراعيه حتى في مصر. فاذا هناك تخبطات. وبرضو عايزين نقول حاجه، التخزين سواء كان مليار او 10 مليار، اي كميه يتم تخزينها في اثيوبيا هذه المياه كان المفروض انها تروح للسودان ثم الى مصر، ومن حصه مصر والسودان. اي كميه صغيره او كبيره هي من طيب الإيراد المصري. سؤال دكتور عباس، آخر سؤال، إمتى نقول إن إحنا في المرحلة الخطر إذا لم يتم التنسيق بعد الآن بين إثيوبيا وبين دول المصب؟ هيكون إحنا كلنا في خطر، مصر والسودان، فبالتالي لازم يكون هناك وقفة. إيه هي المرحلة الخطر؟ أولاً عايز أقول لحضرتك، إحنا مصر دولة ليست صغيرة، مصر دولة كبيرة وتقدر تأمن نفسها تماماً، مش معقول هنسيب نفسنا لوقت يكون في خطر شديد على مصر. مصر لدينا مشروع السد العالي وهو ده حصن الأمان المائي بالنسبة لمصر.
اللي احنا عايزين التخبطات اللي اثيوبيا بتعملها لو احنا عارفينها هيبقى اقل ضرر، وبالتالي ممكن نبقى متوافقين. طيب خلينا مع السيناريو السيء يا دكتور، وهو ان اثيوبيا لا تعلم دول المصب بانها بتفتح ممرات او بتعمل عمليات ملء او غيرها، لانها ما بتتبادلش المعلومات في ده حتى هذه اللحظه. يعني ايه هي المرحله الخطر اللي ينبغي ان نهتم بان احنا ما نوصل لهاش؟ هيظل الخطر على السودان اكبر من مصر، لان زي ما قلت لحضرتك السد العالي هو حصن الامان، وهنا لازم كلنا نعترف وبفضل هذا المشروع العظيم على مصر، سواء التخزين قليل او التخزين كبير، السد العالي هو اللي مامن بالنسبه لمصر. اما بالنسبه للسودان فهو اللي في موقف سيء للغايه، سواء كانوا خزنوا وتشغيلوا تشغيل كبير او تشغيل قليل او خزنوا تخزين كبير. السودان الان لا يعلم كميه التخزين، وبالتالي هو في حيره من امره يفرغ او لا يفرغ، وبالتالي هو بيفرغ كميات متوسطه على يعني بحيث ان هو يمسك العصا من المنتصف، سواء كانت اثيوبيا هتنجح في التخزين او هتفشل في التخزين كما حدث في العامين الماضيين. واضح الدكتور عباس، وطبعا احنا بنتمنى ان احنا نصل لاتفاق قبل اي ازمه من هذه الازمات او قبل ما نوصل لاي مرحله خطر، لان في النهايه المصلحه مشتركه في كل قارة أفريقيا ودول النيل. احنا بنشكرك جدا الدكتور عباس شرائي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة وخبير الموارد المائية. وصلنا للدقيقة 35 في الماتش اللي بيدور الآن بين المنتخب المصري وبين غينيا، النتيجة ما زالت 0-0 بين الفريقين. بنتمنى طبعا الفوز لمنتخب مصر. فاصل ونرجع نكمل معكم قصصنا الإخبارية في حديث القاهرة. أهلا بكم من جديد وعودة لقصصنا الإخبارية. من أقل من ساعة بالضبط نشر المجلس القومي لحقوق الإنسان على صفحته على السوشيال ميديا وعلى موقعه الخاص بيان عن زيارته اللي تمت النهاردة. البيان بيقول، هنقول لكم جزء صغير منه لأن أعتقد في جزء منه متعلق بشيء أثار أقاويل كتير جدا الفترة اللي فاتت. قال قام وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس بزيارة مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون اليوم للإطلاع على الأحوال المعيشية للنزلاء ومتابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتحسين أوضاع الاحتجاز. في بداية الزيارة قام اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية بتقديم شرح متكامل لأعضاء المجلس حول التزام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بالمعايير الدولية الخاصة بأماكن الاحتجاز والمتعلقة بتوفير مستوى مناسب من الرعاية الصحية والتغذية الكافية وكفالة الحق في التعليم والثقافة وتخصيص وقت مناسب للتريض والسماح بتلقي الزيارات بشكل مباشر ما بين النزيل وأهله. وقام وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة مستشفى مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، وتم التأكد من متابعة الأطباء لحالة النزلاء الصحية وحصولهم على الرعاية الطبية الكاملة، كما تم الاطلاع على التقارير الطبية لعدد من النزلاء من بينهم المحكوم عليه علاء عبد الفتاح، وتبين استقرار حالته الصحية وعلاماته الحيوية في معدلاتها الطبيعية ومتابعته من جانب الأطباء بصفة دورية وتلقيه كافة المقررات الغذائية المنصرفة له من إدارة محبسه، بالإضافة لتلقيه الأطعمة والمشروبات الواردة له من أهله بصفة شبه أسبوعية، فضلا عن تعامله مع مقصف المركز. ولا يوجد أي بلاغات لإدارة محبسه بإضرابه عن الطعام أو أي من النزلاء المودعين بمركز التأهيل. ده جزء من البيان اللي تم نشره من شوية في على صفحة المجلس القومي لحقوق الإنسان، صفحته الأساسية وعلى موقعه الأساسي. طيب نبقى قصصنا الإخبارية. كنا بنتكلم على السوشيال ميديا وسطوة السوشيال ميديا. احنا شفنا الأزمة اللي صنعتها السوشيال ميديا عند بنت بسيطة وواحد بسيط يا دوب بيبتدي حياتهم الزوجية، وبنقول يا هادي بنكتب كتابنا، يعني من باب التشهير التأزيم ان كل واحد يقول ما لذ وطاب في حق الآخر، لدرجة زي ما قلت لكم وصل لحد كاتب يا أخي انت هتتجوزها دي تطلقها قبل ما تتجوزها. تخيلتش امتى الناس بتنصب نفسهم للدرجة دي؟ حكام بيشنقوا الناس
لمجرد انه لم يتوافق مع هواه او انه عايز لايكات اكتر وشير اكتر وحدث ولا حرج. ده الجانب السيء اللي بتعمله السوشيال ميديا في حياتنا. لكن في جانب اخر كشف عنه استاذنا الاستاذ عماد الدين حسين في مقال كتبه النهارده. استاذ عماد الدين حسين طبعا رئيس تحرير جريده الشروق طرح سؤال قوي جدا. السؤال بيقول: ما هو اقوى حزب معارض في مصر؟ جاوب انت. كل واحد فينا طبعا بيفكر في الاجابات. الطبيعي ان الناس يبتدي افكارها بالمقاييس العاديه، مين فعلا اكتر حزب عنده اعضاء، مين اكتر حزب متواجد في الشارع، اكتر حزب مؤثر سواء على الارض بين الناس وبيوصل صوتهم او حتى في البرلمان وبيوصل صوت الناس وبيعبر عن صوتهم الحقيقي. طبعا الطبيعي ان احنا كلنا نفكر كده، لكن الاستاذ عماد راح لزاويه تانية خالص. هو طرح اجابتين وتصور في النهايه ان في شكل مختلف بيقود حاليا، لدرجه انه اطلق عليه انه هو الحزب المعارض الاقوى في مصر. السوشيال ميديا، تخيلوا، دلل على ده بعدد من الحوادث والقضايا اللي السوشيال ميديا كانت مؤثره فيها وساهمت في انها اثرت في صناعه القرار في مصر، سواء إصدار قرار أو تحرك أو حتى إلغاء قرار تم اتخاذه. ودلل على كده بعدد من الأحداث اللي ما كانتش قليلة أبداً. وخليني عقبال ما يكون معانا الأستاذ على التليفون هقول لكم إيه هي أهم الحاجات اللي قالها. قال مثلاً موضوع الاهتمام الرسمي على أعلى المستويات بالفتاة اللي تعرضت للتحرش في ميدان التحرير بعد ثورة 30 يونيو، مرورا بإقالة محافظ الإسكندرية الأسبق حينما أغرقت مياه الأمطار العديد من مساكن المواطنين الفقراء بالمحافظة، رغم أنه لم يكن المسؤول الأساسي عما حدث، ده كان بسبب غياب التمويل. قال: حتى السماح بالاعتكاف بالمساجد في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي، وكمان التراجع عن بعض القرارات زي إقامة العجلة الدوارة في الجزيرة وإنشاء كوبري يمر بكنيسة البازيليك المواجهة لقصر البارون إمبان. دلل على كده بأمثلة كتير. بالفعل السوشيال ميديا هي المحركة للعديد من القرارات. هل يا ترى أحزابنا المعارضة في حاجة لقوة تأثير زي السوشيال ميديا إنها تكون بتعبر عن الرأي العام الحقيقي؟ طبعا مش الرأي العام المشكك فيه اللي هو موجه مين وراه كل اللي بيتكتب على السوشيال ميديا. دايما بنحط علامة استفهام. حتى زميلنا خالد البرماوي هنا في بورصة الكلام دايما بيقول محققة مدققة. يعني ايه؟ بندور ايه مصدرها الاساسي. طيب السوشيال ميديا وقوة السوشيال ميديا، اقوى حزب معارض في مصر. خلينا ناخد المعلومات من استاذنا الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. اهلا بحضرتك معانا يا استاذ عماد. اهلا استاذه كريمه، تحياتي لحضرتك. اهلا بيك. للساده المشاهدين بحييك على المقال الحقيقه، يعني الله يخليك اشكرك. الحقيقه عايز اسالك سؤالين. ليه شفت ان السوشيال ميديا للدرجه دي كان بقوه اقوى حزب معارض لدرجه انه استحق هذا اللقب بالفعل؟ وهل يا ترى ده يخلينا نشوفه بحاجه جيده ولا نشوفه بحاجه خطره؟ لا للاسف طبعا حاجه خطره جدا، مش حاجه كويسه. السوشيال ميديا اسمها يعني ترجمتها بالعربي اسمها وسائل التواصل الاجتماعي، مش احزاب التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل يعني الناس يدخلوا يقولوا انا سافرت، انا قابلت اهلي، انا جاي بكره، ابن خالتي اتجوز، حاجات اجتماعيه الناس بتتواصل مع بعضها والناس تسلم على بعض، لكن مش هي تتحول ان هي تحدد جدول اعمال المجتمع. المفروض اللي بيحدد ده هو التفاعل السياسي الطبيعي اللي بين الاحزاب والقوى السياسيه والمؤسسات والنقابات، يعني غالبيه المجتمع اللي هو مفترض البرلمان اللي هو الناس اللي انتخبت نوابها ودخلوا البرلمان هم دول اللي بيحددوا جدول السياسي للبلد، معهم الحكومه، معهم مؤسسات الشبكه. فلما يوصل انه السوشيال ميديا هي التي تقرر ده يبقى هنا فيها علامه خطر. الاحزاب السياسيه طبعا الموضوع عباره عن طب خطورتها فين الاول يا استاذ عماد قبل ما نطلع؟ الخطوره انه الطبيعي ان الاحزاب هي المؤسسات السياسيه اللي دي وظيفتها تقرير جدول اعمال المجتمع السياسي. لما السوشيال ميديا تعمل ده الخطر فيها، انا مش عارف مين السوشيال ميديا، في مره مين اللي بيوجهها يعني، وفي مره ثانيه تبقى لجان الكترونيه تعمل بلبله وتعمل مشكله وتعمل ممكن واحد بس مدرب وممنهج بجهاز كمبيوتر واحد بيدمر عوالم. وشفنا ده كتير في العالم في السنوات الاخيره، وشفنا في ثورات مصنوعه وحاجات زي كده وثورات ملونه
فبالتالي الثاني احنا بنفرق بين حاجتين. السوشيال ميديا شيء عظيم وجيد لما تكون طبيعيه، مش بس ما تاخدش ادوار ثانيه. يعني السياسيين بيشتغلوا سياسه، السوشيال ميديا بتشتغل وسائل التواصل. هل وسائل التواصل الاجتماعي بره بتمارس دور سياسي؟ نعم بتمارس، لكن دور قليل. الاحزاب والمنظمات السياسيه بتلعب دور مهم جدا وبتمارس دورها وبتنزل انتخابات وبتعمل كوادر، والسوشيال ميديا بتدعم ده، لكن السوشيال ميديا مش هي البطل. فلما تبقى هي طب ايه اللي بتفتقده الاحزاب السياسيه اللي ما قدرتش من خلاله تحقق هذا التاثير اللي حققته السوشيال ميديا رغم ان ده مش دورها؟ ايه اللي بتفتقد؟ الاحزاب يعني همشت نفسها لاسباب طويله، يعني يطول شرحها، مش شيء وحدها. الاحزاب اخطات خطا كبير، ان هي يعني بعضهم بيرى ان السياسه تعريف الحزب السياسي ان الحزب بيطرح برنامج وبيتنافس مع برامج اخرى للوصول الى الحكم وتطبيق هذا البرنامج. الاحزاب المصريه للاسف التربه السياسيه هشه جدا، المواطنين لا يثقوا فيها لاسباب تاريخيه، تتحمل الاحزاب الدور الاكبر وتتحمل حكومه جزء من المسؤوليه. مهم جدا ان احنا كمجتمع ندعم الاحزاب السياسيه المدنيه اللي هي تؤمن بالدستور والقانون وتتنافس وتبقى في تربيه سياسيه حقيقيه. احنا جزء كبير من المصريين بيدخلوا الاحزاب بحثا عن وظيفه، وده مش دور الاحزاب، ده دور الحكومه او دور القطاع الخاص او واجهه اجتماعيه في بعض الاحوال، يعني او واجهه او ياخد رخصه فورم او حاجات زي كده، حاجات غريبه جدا يعني. او يعد من كمين. الكلام ده موجود من مش بامانه مش من دلوقتي، الكلام ده من يعني بعد الغاء الاحزاب سنه 53 طبعا. طب في لغه حوار بين الاحزاب السياسيه او حتى تسمح بانها تسمع كلام زي اللي حضرتك بتقوله دلوقتي يا استاذ عماد بدون التشكيل؟ هي عارفه المشكله يا استاذ كريم، ما بيعترفوا بيها يا استاذ عماد من وجهه نظرك؟ بيكابروا فيها. الاحزاب السياسيه في مصر ضعيفه جدا، التربه السياسيه تربه هشه جدا، محتاجين الناس دي ترجع تشتغل، تضم ناس يدخلوا لانهم الاحزاب، لانهم مؤمنين ببرامج الاحزاب، يروحوا يدفعوا اشتراك مش ياخدوا مقابل انهم ينضموا للحزب، يدفعوا اشتراك ويحضروا الندوات ويروحوا الانتخابات يصوتوا، ويبقى عندنا ناس احزاب قويه بتفرز كوادر قويه، كوادر بتبقى صالحه للتوازن العمل السياسي. فبالتالي دي الدوره الطبيعيه. لما ده يحدث الاحزاب ترجع قوتها، طبعا ده ياخد وقت لان ده ما بيتمش بين يوم وليله. طبعا ده عايز مجتمع يحب كمان ويشجع العمل السياسي. احنا عندنا للاسف جزء من المجتمع في العالم العربي معظمه بيتوجس كلمه السياسه بالنسبه له مره بتبقى حرام ومره بتبقى مظاهر للقلق وعدم الاستقرار. فالموضوع متشعب، ونتمنى ان الحوار الوطني المزمع عقده قريبا ان شاء الله يلعب دور في اعاده تشجيع العمليه السياسيه الطبيعيه والمدنيه ان شاء الله. واحنا معاك طبعا يا استاذ عماد، ان احنا كمان بنتمنى ان الحوار الوطني يفتح هذا الباب ونلاقي حياه سياسيه ديمقراطيه وحوارات سياسيه تملا الفراغ اللي حضرتك اتكلمت عليه واللي دخل فيه السوشيال ميديا اللي مش عارفين مين بيوجهه. بنشكرك جدا استاذنا الاستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده الشروق. يعني النهارده البرلمان كان فيه 64 طلب إحاطة وست أسئلة وست طلبات مناقشة كلها متوجهة لوزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع. إيه اللي كان بيدور في البرلمان النهاردة؟ إيه أزمات الصناعة اللي خلت كل دي وسائل يتم استخدامها وأدوات رقابية يتم استخدامها لاستدعاء السيدة وزيرة الصناعة دكتورة نيفين جامع؟ إيه حال الصناعة في مصر اللي قالق نواب الشعب؟ إيه مشاكلنا إحنا كصناعة وردت عليها إزاي سيادة الوزيرة؟ خلينا نعرف تفاصيل. أنا هدخل في الموضوع على طول، إيه اللي حصل النهاردة في البرلمان وإيه هي الردود اللي شافوها النواب علشان يوصلوها لنا إحنا كشعب؟ معانا سيادة النائب أحمد بلال البرلوسي عضو مجلس النواب، أهلا بحضرتك معانا سيادة النائب. أهلا بحضرتك كريمة. أهلا بيك سيادة النائب. يعني خلينا نشوف أدوات رقابية كتيرة جدا النهاردة كانت في انتظار السيدة وزيرة الصناعة، بس عايز أعرف أهم الموضوعات اللي كان بتدور حولها كل طلبات الإحاطة والأسئلة اللي احنا شفناها النهاردة دي كانت إيه؟ شوفي، هو يعني أهم الموضوعات هي كلها موضوعات طبعا ذات علاقة بمشاكل الصناعة من قريب أو من بعيد، لكن الأزمة من وجهة نظري زي ما قلتها النهاردة في كلمتي في الجلسة العامة، الأزمة أنه مفيش وزارة مسؤولة بشكل واضح عن الصناعة المصرية. أنا قلت النهاردة أن الصناعة المصرية ليست لها وزارة. يعني إيه؟ اشرح لنا يعني أكتر سيادة النائب. تمام،
احنا عندنا مفترض وزارة للصناعة، انما لو جينا نبص على القطاعات الكبرى يعني القاطرات اللي بتشد الصناعة المصرية وراها، الغزل والنسيج، الحديد والصلب، المجمع الألومنيوم، كل هذه الصناعات اللي يمكن أن نقول عليها صناعة مصرية وصناعة وطنية، واللي هي تكون سند البلد بأزماتها، واللي هي بتطلع أو تنتج المواد الخام اللي بتقوم عليها كل أنواع الصناعة الموجودة في مصر حاليا، لا تتبع وزارة الصناعة وإنما تتبع وزارة قطاع الأعمال. لما نيجي نتكلم عن التراخيص والتصاريح وغيره، نكتشف ان احنا لازم موافقات وزاره التنميه المحليه، لازم عايز اقول لك ان لازم حتى الان وزاره الموارد المائيه والري بتطالب مصانع الغزل والنسيج في المحله وفي غير المحله بعشرات الالاف من الجنيهات، والعقوبه او البديل هو الحبس. يعني هل هكذا يتم التعامل مع رجال الصناعه؟ العديد من الوزارات وعشرات الهيئات، عشرات الهيئات من المفترض او من الواجب او من اللازم على رجال الصناعه المصريه ان هم يتعاملوا معاها علشان ياخدوا ترخيص، وان هم يدفعوا لها ضرائب ورسوم وغيره وغيره وغيره، امور لا علاقه لها بالصناعه باي حال من الاحوال. ده بيؤدي في النهايه لكل المشاكل اللي تسبب عنها او نتج عنها الادوات الرقابيه اللي تم استخدامها النهارده، لانه على سبيل المثال عندي في المحل على سبيل المثال مفيش غزل، مفيش غزول، الحكومه مش قادره توفر غزول لمصانع الغزل والنسيج في المحل الكبرى. ولما هنيجي نتكلم مع وزير الصناعه هتقول والله دي تبع وزاره ثانيه، ولما هنيجي نتكلم عن الرسوم اللي بتفرض هتلاقينا لازم نتعامل مع وزاره الموارد المائيه والري. يعني الصناعه او المؤسسات الصناعيه والمصانع والشركات متقسم دمها بين القبائل زي ما بنقول. طب الردود كانت ايه النهارده سياده النائب؟ والله الردود يعني خليني برضو اقول انا برضو علشان اكون صريح، انا شايف ان وزيره الصناعه لا تتحمل وحدها ما قالت اليه الصناعه المصريه لاسباب اللي انا ذكرتها من شويه. الردود كانت متمحوره بشكل كبير حول فكره المشروعات الصغيره والمتوسطه، طبيعه عمل الوزيره في السابق وايضا طبيعه الوزاره حاليا. يعني الوزاره حاليا لما نيجي نتكلم عن ان كافه القطاعات الصناعيه الكبرى والهامه للدوله لا تتبع اصلا صناعه وزاره الصناعه، وبالتالي طبيعه الردود تتمحورت حول دعم المشروعات. طب هتعملوا ايه سياده النائب؟ الناس اللي تقدمت بكل الادوات الرقابيه دي وكان الموضوع يعني من السيده الوزيره بالردود اللي احنا شفناها دي وان الموضوع مش متواصل معاها هي تحت قيادتها الشخصيه او مسؤولياتها، هتعملوا ايه علشان تتحل الموضوع ده؟ هتلجأوا لمين بعد كده؟ علشان كده اقترحت وقلت واتمنى من الحكومه المقبله، حكومه الجمهوريه الجديده، قلت انه لا يليق بالجمهوريه الجديده انه تفضل الصناعه المصريه بهذا الشكل، لابد ان يكون عندنا وزاره واحده اسمها زي ما عبد الناصر عمل وزاره الصناعه، زي ما الوزير الشاب عزيز صدقي اسس للصناعه المصريه وبنى 1000 مصنع صناعات ثقيله وصناعات استراتيجيه، لان الصناعه كان ليها اب واحد فقط. طب وده هتلجأوا بيه بسؤال او باقتراح للسيد رئيس الوزراء ولا هتعملوا ايه بعد كده؟ لا هي خاصة بإدماج الوزارات أو جعل في جهة واحدة متخصصة علشان احنا محتاجين وزارة صناعة واحدة، وزارة قطاع الأعمال العام لم يعد لها محل من الإعراب، هذه الوزارة يجب أن يعني تقدم كشف حساب كده للشعب المصري وتسلم المهام بتاعها لوزارة الصناعة. محتاجين وزارة الصناعة تكون عندها أو وزير الصناعة ووزيرة الصناعة المقبل يعني يكون عنده صلاحيات كافية وكاملة للتعامل مع كافة المشكلات المتعلقة بالتراخيص وغير التراخيص ذات الصلة بالوزارات الأخرى وبالهيئات الأخرى. عايزين وزير الصناعة مش موظف محليات يقدر يوقف قراره للأسف. إلى جانب ذلك النواب، نواب الشعب مستعدون تماما لدعم هذه الوزارة بأي تعديلات تشريعية مطلوبة لدعم الصناعة المصرية. طب اقترحتوا ده على السيدة الوزيرة النهاردة بعد الجلسة بعد ردها على الناس؟ أنا آسف ما سمعتش. اقترحتوا ده على السيدة الوزيرة النهاردة بعد الجلسة بعد ما انتهت الجلسة في أي حوارات جانبية أو لقاءات؟ الجلسة اتكلمت بشكل شخصي مع الوزيرة عن المجمع الصناعي في المحلة، لأن احنا عندنا مشاكل ضخمة فيه، وأنا أثرت هذا الموضوع مع سيادة الوزيرة على من بداية الفصل التشريعي الثاني أكثر من مرة. يعني هذه المرة سيادة الوزيرة رحبت، وهي حتى في كلمتها قالت إن مشاكل المجمعات الصناعية التي تم طرحها سواء في المحلة الكبرى أو في مطوبس أو في غيرها من المدن هتوليها رعاية خاصة،
والنهاردة يعني كان في بعد الجلسة كلام معاها وفي اتجاه نحو طرح وضحت. أو طرح رؤية لحل مشاكل هذا المجمع. وضحت جدا سيادة النائب، احنا في انتظار يعني ان حضراتكم تكونوا وراء هذا الملف حتى تعود الصناعة لمركز القوة فيها بتسهيل كل الإجراءات اللي عاملة لخبطة في المجالات الصناعية. شكرا جزيلا للنائب أحمد بلال البرلوسي عضو مجلس النواب. طيب خلينا نقول سريعا كده، النهارده كان في اكتر من لقطه، 75 سنه جلستهم الملكه اليزابيث على شرفه قصر بيكنجهام، كل مره تطلع هذا الاحتفال، لكن 70 سنه مرت اليوبل البلاتيني النهارده كان الاحتفال بيه، والنهارده خرجت الملكه لحد خلينا نقول الساعه يعني 3 كانت نشرات الاخبار حتى في البي بي سي بتقول حتى الان لم يتاكد، حتى الان لم يتاكد، لكن خرجت الملكه لتحيه الحشود المتجمعه في المركز التجاري، وكانت لابسه فستان اخضر كعادتها بتلبس الالوان المبهجه، وده من الاشياء المميزه للملكه اليزابيث لانها بتقول ان ده بيخليها زهره بين الحشود. انضم ليها اعضاء بارزون في العائله المالكه في فترة أثناء عزف النشيد الوطني بها، الناس اللي بيكنوا لها كل الحب في بريطانيا. بالمناسبة كمان الأمير هاري ومراته ميركل هم كمان كانوا موجودين امبارح في الاحتفال، والأول مرة تتعرف الأسرة المالكة على الطفلة الجديدة، يعني بنتهم الجديدة اللي ولدت خارج حدود بريطانيا، واللي يمكن ده أول لقاء كمان بعد الأزمة اللي كانت بعد اللقاء التلفزيوني اللي كان مع أوبرا وينفرلي اللي اتكلموا فيه في أشياء مختلفة جدا تحدث داخل الأسرة المالكة. ده كان من أهم اللقطات اللي تمت النهاردة. وكان النهاردة كمان في لقطة أخرى، لقطة متعلقة بعالم السينما المصرية. واحد من رموز الإنتاج في عالم السينما المصرية رحل عن عالمنا النهاردة. ودعوا ناس كتير من محبيه والناس اللي اشتغلوا معاه على مدار تاريخ طويل، المنتج الأستاذ محسن عالم الدين. هو طبعا عضو في غرفة صناعة السينما وشقيق الدكتور محمود عالم الدين أستاذ الصحافة في كلية الإعلام جامعة القاهرة. طبعا احنا بنقدم التعازي لكل عائلته وكل من عمل معه وكل شخص أثر في حياته، وأكيد هو ترك إرث قوي من خلال إنتاجاته، أثرى مكتبة السينما بكتير جدا من الأعمال، عمل مع كبار الكتاب والمخرجين زي فطين عبد الوهاب، صلاح أبو سيف، محمود ذو الفقار، حلمي حليم، حسن الإمام وغيرهم. وطبعا هو تتلمذ على وكان التلميذ النجيب للمنتج العظيم، يعني واحد من أعظم المنتجين في مصر والعالم العربي ككل، المنتج رمسيس نجيب، وعمل معاه عدد من أهم أفلام السينما زي وإسلاماه وغيرها إمبراطورية ميم وكتير جدا من الأسماء. وطبعا إحنا بنعزي كل محبيه مرة تانية وبنعزي كل من عمل معه الله يرحمه. طيب اللقطة الأخيرة اللي معانا دلوقتي ليها علاقة بالمجلس الأعلى للثقافة. النهاردة كان في ندوة تفاعلية بالضبط، عملوا مائدة مستديرة للحوار كان عنوانها الأساسي الصحافة وتحديات المرحلة المقبلة. أكيد في تحديات كتير بتواجه عالم الصحافة، في خبراء وأساتذة وباحثين في مجال الصحافة، كل حد فيهم النهاردة كان عنده كلمة خاصة علشان يناقش هذا الموضوع الكبير جدا على مائدة مستديرة بتجمع الخبراء. كاميرا حديث القاهرة كانت هناك، خلينا نشوف سجلنا إيه ونعرضه على حضراتكم، وبعدها فاصل ونرجع نتقابل مع زميلنا العزيز خالد البرماوي ويعرض لنا أهم الأشياء اللي لفتت انتباهكم على السوشيال ميديا بعد الفاصل. إن علاقة الدولة بالصحافة مضطربة جدا، أنا أريد حرية من منصة وطنية. الصناعة كلها يعني ما زالت في حالة محنة. الاستراكشر نفسه بتاع العملية الصحفية وإصدار صحف هي في الحقيقة عملية خاسرة. خاسرة. رأيي نقسم الصحافة المصرية إلى قسمين رئيسيين، القسم اللي فيها اللي هي الصحف القومية والمؤسسات القومية، وبالذات الأهرام والأخبار
وإيفريبادي إيلس بين الصحافة القومية ونعملهم مؤسسات كبيرة ميديا كومبانيز. في المادة 65 حرية الرأي والفكر مكفولة، إحنا ليه تحولنا من مربع لخط منحدر؟ لأن إحنا ما بنديمش فكرة إنه حرية الرأي والفكر مكفولة. وأنا مسعيد أعدلك دلوقتي 70-80 حالة حصلت في شهرين ثلاثة لتجاوزات وانتهاكات لحرية الصحافة والإعلام. لازم برضو إعلامنا المصري وصحافتنا المصرية يعني تخرج بره إطار الوظائف التقليدية للصحافة، وده طريق إن هي تبقى. وأنا الحقيقة مع الرأي القائل إنه الصحافة الورقية ستبقى، بس إذا غيرت من أساليبها، من أهدافها، من أولوياتها. اهلا بكم من جديد في حديث القاهره. خالد كان لسه جاي فقلت له يبتدي بقى، علشان احنا عارفين الفقره دي بيستنيها كتير جدا من الناس وبيسعدوا بيها جدا. وخالد البرماوي فعلا هو فريق بيقدم بجد مجهود كبير قوي علشان يطلعوا بورصه الكلام بالشكل ده. ما سمعتك يعني وانت بتقولي الاستاذ عماد على اللي احنا بنعمله اعظم من اللي بتعملوه يا خالد. الحقيقه هي فكره ان انتوا بتحققوا في الموضوع اصله ايه، واذا كان بالفعل هو مفتعل ولا حقيقي. دي حركه الناس على السوشيال ميديا. صح يا كريم، يعني جزء من اللي احنا بنعمله هو رئيس تحرير الفقره اللي احنا بنعملها الواقعي هو الناس باختياراتها، ايه اكتر حاجه انتوا اهتميتوا بيها، لكن احنا قبل ما نجيبها بنحقق فيها هل هي صحيحه او لا، ثم بنوثقها، بنجيب لك دليل على ان ده كان ترند او ده كان موجود، ثم بنلخصه عشان يبقى ايقاعه سريع وتقدر تاخده. زي بورصه الشخصيات بسرعه جدا، ايه اهم الشخصيات اللي انتوا اهتميتوا بيها؟ ايهاب جلال مدير فني منتخب مصر، وحاليا المباراه بتتلعب مع غينيا، اول مباراه لمنتخب مصر لامم افريقيا 2023 واحتمال 24. حد يقول لي ازاي لسه ما تحددتش واحتمال تبقى يناير 24؟ طبعا فيفا مظبط الكاس، لسه 0-0 لحد دلوقتي، 0-0 والاداء للاسف. يعني محمد صلاح نجمنا رقم 2، دكتور خالد عبد الغفار. ليه النهارده بقى خالد دكتور خالد عبد الغفار؟ للمؤتمر افريقيا الاول للصحه اللي معمول في مصر، وحضره السيد الرئيس محمد معيط وزير الماليه، دكتور محمد معيط وزير الماليه، وتصريحات ليها علاقه بزياده الانفاق على بنيه اساسيه، صحه، تعليم. هو قال كده. جوني داب ومازال على الترند على مدى اسبوع، الفنان القدير العظيم محمود عبد العزيز الله يرحمه، ذكرى وفاته كانت امبارح، لكن الى الان اخبار كتير وقصص كتير ومازالت الناس بتبحث عنه وبتهتم بيه وتنشر عنه اخبار. طيب تعال نبص على بورصه الحاجات اللي انتوا اهتميتوا بيها، التعليقات والمنشورات. من اكتر الحاجات اللي كان فيها اهتمام على مستوى السياسه وعلى مستوى الاخبار الجاده لو جاز التعبير، كان افتتاح الرئيس للمعرض والمؤتمر الاول الطبي في افريقيا، كان موجود في قاعه المناره، وهو كان حاجتين في بعض، مؤتمر في جلسات ونقاشات على ما بعد كورونا مجازا، يعني لو احنا عدينا كورونا، والجزء الثاني كان معرض فيه كتير جدا من المؤسسات الصحيه والطبيه سواء المحليه والاقليميه والعالميه. على مستوى ترند بقى القصص الطريفه، كان في امبارح فيديو لعروس بتكتب كتابها، كانت معانا النهارده في القصص بتاعتنا، فكانت موجوده. بس انا هسيبكم مع حاجه، هي الناس انتقدتها، فمن ضمن الحاجات اللي كانت طريفه جدا لما قالت الناس بتنتقد محمد صلاح لما ما بيسجلش، مش هينتقدوني انا على فكره ان الناس كتير انتقدوا كلامها وناس عجبهم كلامها وهكذا، يعني هتلاقوا ناس كتير جدا. واضح انها حد عفوي جدا على فكره البنت، لان حتى تعبيراتها كلها عفويه جدا يعني، وهي كلمه اللي قالتها تحس فعلا انها يعني لما تكون مرتبه، لكن واضح انها طلعت بشكل تلقائي. طيب الفنانه جميله ياسمين عبد العزيز تعرضت لوعكه صحيه، كتير جدا من التعليقات والاهتمامات، وهي قالت اهم حاجه في الدنيا الصحه نعمه كبيره، ده اللي حطيته على الستوري بتاعه انستغرام، والناس افتكرت الوعكه اللي تعرضت ليها السنه اللي فاتت في نفس التوقيت تحديدا في يوليو، بس ربنا يسلم ان شاء الله. يمكن اخوها كمان ربنا يشفيه، هو كمان يعني تعرض سامي عبد العزيز، هو ربنا كمان يسلم ياسمين، ربنا يسلمهم كلهم، جميله جدا والناس بيتابعوها وعلى طول شيرين عبد الوهاب تعود من جديد الى الترند، المره دي هي بارادتها، كل فتره بتطلع على بقالها بتاع اسبوع، كل شويه تطلع على انستغرام وتجاوب على بعض الاسئله. النهارده الناس بتسالها لسه بتحبي حسام او ولا خلاص قدرتي تشيليه من قلبك، وتلات علامات استفهام. ردت وقالت انا مش بحبه ولا بكرهه، اللي هو يعني باينه باين اللي هو رمادي كده كريمه، صح مش بحبه ومش بكرهه. اسمه ايه ده؟
اللي هو نوتر، اللي هو من ما عنديش انفعال تجاهه يعني، كانه شبه اي حد في الشارع خالي البال. طيب لو حسام طلب منك ترجعي له، راح تقبلي ولا ترفضي؟ احبك ده معجبه من الكويت. قالت هي ارفض طبعا. اعتقد حسمت شبه الجدل او حسمت فيه. تكريم محمد صلاح كان قبل انطلاق المباراه، اتحاد الكوره اداله جايزه وتكريم قبل المباراه، هو وتكريم يعني الناس قعدت تعلق على الجايزه وعلى الوشاح لمحمد صلاح. عارف اللقطه اللي احلى ان هو رفض يدخل لوحده في الممر الشرفي وقال انه هيدخل مع اللعيبه انا والمنتخب مع بعض. الله عليك يا فخر العرب. هو يعني فخر العرب فعلا يعني. من ضمن اللقطات اللي كانت يعني محل اهتمام كبير جدا، ما اعرفش عندنا وقت نشوفها فيديو ولا لا، بس نحاول. عمرو فرج يعني احد الشباب المشجعين المشهورين جدا وهو ذوي احتياجات خاصه، نشر صورته مع محمد صلاح وقال لك ان هو ما كانش راضي، ما حدش راضي يدخله المعسكر المغلق، وكابتن محمد صلاح ورئيس الاتحاد دخلوه وصور مع محمد صلاح ونشر فيديو، والفيديو جديد يعني ده الصوره اللي انتوا شفتوها. تعالوا بس على الفيديو اللي ودي حاجات من اللي بتميز محمد صلاح دايما وبتخلينا متعلقين بيه اكتر واكتر. في مثل حلو قوي بيقولوا المتصوفه، بيقولوا السنبله الممتلئه الترجمه بتاعته يعني قريبه من الارض، ان كل ما تبقى مليان من جوه كل وفعلا قوي كل صح. ما تبقى متواضع. صح صح. كابتن الخطيب اعلن عن عقد مؤتمر صحفي السبت الجاي للكشف، على حسب ما قال في البيان عن البيان او عن المؤتمر، عن كل التفاصيل المتعلقه بازمه نهائي دوري الابطال. من ناحيه تانية برضو كابتن او المستشار مرتضى منصور يعني عقد مؤتمر صحفي لمهاجمه احمد دياب اللي هو رئيس الرابطه، فواضح ان الموضوع مليان تفاصيل يومين جايين دول. بطوله التنس رولان جاروس خدت رافال نادال يتوج بالبطوله رقم 14. كانت الفتره دي مليانه تعليقات وتغريدات كتير جدا، خاصه مع المواقف الانسانيه العظيمه اللي كانت من نادال خلال البطوله دي من القصص. طيب قصه تانية هي ليها علاقه بمزيكا الراب، بس راب على سياسه. ازاي؟ ويجز موجود في باريس وعمل حفله، والحفله كانت فعلا فعلا من الحفلات اللي كان ليها تاثير كبير جدا، وظهرت خفيف كده على الترند في اكتر من دوله عربيه، وظهرت بقوه على مصر. بس مش دي الحاجه اللي لفتت النظر. لفت نظر ان هو طلع في الحفله وكان شايل علم فلسطين على ظهره، وشال فلسطيني حطه على رقبته، وناس كتير جدا علقت وابدت اعجابها باللقطه دي، خاصه هو مش اول مره، وتعليقات كتيره جدا على السوشيال ميديا رحبت بالفكره. هو كان انتقد قبل كده رونالدينيو لما جه مصر على خلفيه موضوع اسرائيل برضو. كان هو يعني عمل، لان رونالدينيو هل انت مع تداخل السياسه مع الفن؟ بص انا فكره ان هو لاعب، يعني خلينا نقول واقع، هو عشان يبقى نشرح الناس القصه، رونالدينيو زار مصر وزار اسرائيل، اوكي، هل معناه ان في حد زار دوله عندنا فيها مشاكل وان كان في تحكمنا اتفاقيه سلام ما بينها، هل ده معناه ان احنا نرفض زيارته؟ هو انا في اعتقاد احنا هيخصم مننا، اوكي، وهم في المقابل مش هيعملوا ده. مش بتكلم على رفض زيارته، هو عنده موقف. انا بتكلم على انا كفنان، من المفترض لما ما يكونش في حدث ما ومش مطلوب مني ابدي ان انا في اي اتجاه او بتعامل تبع السياسه، من المفترض ابدي مظهر سياسي ايا كان. طبعا بصي لو بنتكلم على المعايير الاوروبيه هي مزدوجه، بمعنى انها ممكن تفرض على فنان عربي ان هو ما يظهرش موقفه، لكن لما يكون فنان اجنبي بيظهر موقفه، وده حصل كتير جدا وشفناه في بطولات كتيره جدا وتسالوا فيه، يعني احنا شفنا نجمنا بتاع طبعا. غير ان برضو خد بالك جزء كبير جدا من النظر للقضيه الفلسطينيه قضيه انسانيه، هي مش صراع سياسي، هي قضيه انسانيه بالاساس، في حق انساني، فهي دي حق حياه يعني. فالموضوع طبعا يتجاوز فكره الصراعات السياسيه، دي كانت ردود الافعال. من الحاجات الكويسه قوي يا كريم النهارده ان كان ترند يوم البيئه، يوم البيئه العالمي كان ترند وظهر على الترند على مستوى مصر على مستوى العالم، ناس اهتمت بيه كتير جدا، ناس قالت ان في اهتمام مصري كبير جدا بيوم البيئه العالمي، وهو كان السنه تحت شعار لا نملك سوى ارض واحده. والناس قالت ان جزء من الاحتفاء والاحتفال والاهتمام المصري، انا بتكلم على المستوى الشعبي مش على المستوى الرسمي بس، كمان ان احنا عندنا طبعا قمه المناخ هتبقى في شرم الشيخ نوفمبر القادم، واحده من القمم اللي محطوط عليها امال كبيره جدا انها ممكن تغير شويه بوصله الانفاق الصناعي كبير والمشاكل اللي بتحصل في الارض، سواء من ارتفاع درجات الحراره، سواء من تسمم الهواء، سواء من فقدان بيئات طبيعيه كتيره جدا لكتير جدا من
الكائنات الحية اللي انقرضت أو بعضها في طريقه إلى انقراض. اللافت أن النهاردة مركز الأزهر العالمي للفتوى حط بوست منشور بيكلم فيه على الإسلام ودوره واهتمامه بجمال الطبيعة، وسرد مجموعة من الأحاديث النبوية اللي كان ليها علاقة بالمحافظة على البيئة عصيب. والطبيعة، ودي جزء برضو من الفكرة. تغريدات كتير جدا، وعندنا وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد على وزارتها. يعني باختصار في قصص كتيرة جدا، وكان في اهتمام بالبيئة، ودي برضو يقول لك ايه ان الترند زي ما مهتم بقضايا الفن، مهتم بقضايا الرياضة، كمان بيهتم كمان بقضايا البيئة. ليه؟ لأن مصر فيها 60 مليون مصري على الإنترنت، مش كلهم بيشوفوا فن، مش كلهم بيشوفوا رياضة، الناس بتشوف حاجات كتيرة منوعة، وإحنا دورنا نجيبها محققة موثقة مدققة وملخصة. عشان كلمة تقول لي وقتك شيء يعني مستغرب شوية على السوشيال ميديا، لأن الناس بتميل لأشياء أخرى، لكن بواقع كل اللي أنت بتعرضه الأيام اللي فاتت، الناس اللي بتعبر عن رأيهم في موضوع البيئة حتى بصور غريبة جدا اللي نزلت الماتش امبارح، الملعب امبارح واللي قبلها والموناليزا والله ممكن مرة نجيب يعني قصة كاملة كده على التعبيرات الغريبة عن الرأي. يا ريت والله يا خالد، احنا في انتظار ده جدا، انت يعني اشيائك المبتكره. شكرا جزيلا، شكرا خالد البرماوي. ده كان ملخص بورصه الكلام النهارده. فقرتنا الرئيسيه النهارده ما هياش فقره للصفوه خالص، لان زي ما بنتكلم عن الاقتصاد هنا والدولار الجمركي عمل ايه وهيعمل ايه في السلع، البورصه كمان عنصر فاعل جدا في الاقتصاد المصري. لما بنتكلم على انها بتنافس في اسوأ اداء للبورصات على مستوى العالم، من حقنا نتضايق. لما نقول ان عدد الشركات المسجلة فيها بقى الربع عن اللي كان موجود من سنة 2000 ل 2022، من حقنا نقلق. لكن السؤال الاهم، ايه السبب اللي وصلنا لده؟ لان احنا لما بنعرف السبب بنلاقي الحل، وهو ده اللي هيقوله لنا النهاردة ضيوفنا الخبراء والمتخصصين اللي هيكونوا معانا في الفقرة اللي هتكون موجودة معانا هنا في الاستوديو بعد الفاصل. يبقى فاصل ونرجع نتقابل بأسئلتنا وأجوبتنا حوالين البورصة المصرية والسؤال الصعب. أهلا بيكم من جديد. هبتدي معاكم الفقرة دي بابتسامة. ليه؟ لأن أنا بطبعي متفائلة. السياسة شيء مهم جدا، بتغير مصاري الدول، لكن الاقتصاد هو اللي بيعمل القرارات السياسية. خلينا نتفق على ده. والبورصة ما هياش رفاهية وما هياش للصفوة، لأنها حلقة مهمة جدا من حلقات الدايرة الاقتصادية في أي بلد. البورصة المصرية مش في مكان كويس خالص، بقى لها أكتر من 10 سنين. إزاي ممكن المكان ده يتغير علشان الحلقة الترس بتاعها يكمل ويعمل نوع من أنواع الدوران الاقتصادي اللي يليق بمستقبل اقتصادي عايزينه؟ الخسائر مش هقول الأرقام لأن الأرقام كبيرة جدا بالمليارات، لكن خليني أرحب على طول وأدخل في الموضوع وأقول لكم أهلا بضيوفنا وخبرائنا اللي هيجاوبوا لنا على أسئلتنا النهاردة. معنا ضيفنا الكريم الدكتور إيهاب سعيد، خبير سوق المال وعضو مجلس إدارة البورصة. أنا مش دكتور بس. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ إيهاب. دكتور مدحت. أهلا بيك يا أستاذ إيهاب. ومعنا طبعا الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي والرئيس الأسبق لقطاع رقابة على التداول بالبورصة. أهلا بيك. أهلا وسهلا. طب أنا هدخل في الموضوع على طول وهبتدي بقى من الأستاذ إيهاب لأن هو ضيفي الجديد النهاردة. ده شرف ليا والله. أنا اللي اتشرفت جدا. هي موضوع البورصة موضوع صعب قوي كده، مش عارفين نحله بقالنا 10-11 سنة. أزمته فين؟ صعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا بشكر حضرتك على الاستضافة، ومع الأخ والصديق العزيز جدا دكتور مدحت، ومع حضرتك طبعا شرفتني. الموضوع ببساطة إن ما فيش توجه بس للدولة، يعني الدولة مش ما كانتش حاطة البورصة في وقت من الأوقات من ضمن أولوياتها، وبالتالي البورصة إذا يعني الدولة ما حطتهاش من ضمن أولوياتها لازم هتبقى تباعا بيحصل فيها كده. كان في ظروف طبعا، احنا يعني بنتكلم على 10 سنين مش هنشوفهم تاني، نتمنى ان احنا ما نشوفش حاجه زي كده تاني يعني. امين. ال10 سنين اللي احنا شفناهم من 2011 وطالع بقى كده، وبعدين اخر سنتين كمان اللي هم بقى كورونا والحرب وبتاع، فكل الكلام ده طبعا يعني كان له اثار سلبيه كبيره جدا. لكن خلينا نكون اكثر واقعيه. لا انا هقطع الجزئيه دي، اسمح لي يا استاذ ايهاب وبعتذر عن المقاطعه. مش المفترض ان البورصه دي ليها هيكل وسيستم ماشي عليه، هذا السيستم لا يتغير، نظام لا يتغير بتغير الوارد والشارد، هو قائم بنفسه في وظائف محدده بمهام محدده وسيستم زي كل البورصات العالميه ماشي عليه، ولا الموضوع كانت بسبب القرارات السياسيه والتخبط السياسي اللي بيخلي الناس تدخل او تخرج
من التعاملات. هي دي الخلاصة يعني. لا هو هي البورصة دي جزء من نظام رأسمالي يعني أي نظام رأسمالي بيبقى البورصة دي جزء لا يتجزأ منه. فلما بيبقى توجه الدولة رأسمالي طبيعي جدا ان لازم هيبقى فيه سوق مال علشان يبقى فيه تفتيت للملكية والناس كلها تشارك في الاستثمار والشركات تطرح أسهمها وبالتالي تكبر وتعمل توسع في مشاريعها بما يعود بالإيجاب على الناتج القومي في النهاية. لكن في واقع الأمر إحنا من 2011 في أزمات متتالية، ومن بعد 2014 و2015 بدأت الدولة نتيجة لتوقف القطاع الخاص عن المشاركة تماما بسبب طبعا الأزمات السياسية اللي كانت موجودة، كان في تداخل كبير جدا من الدولة في هذا التوقيت لحد 2017 لما حصل الاجتماع بتاع المجلس الأعلى للاستثمار في نهاية 2016، وكان صدرت بعض القرارات وكان منها تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وكان إعادة برنامج الطروحات. ومنذ هذا التاريخ كان المفترض مع برنامج صندوق النقد اللي في الأول، منذ هذا التاريخ كان المفترض أن الدولة يبقى يعني نصب أعينها سوق المال في هذا التوقيت. مفيش بورصة بتتحرك نتيجة لآلياتها الداخلية أو هيكلها الداخلي أو الإداري أو الرقابي، كل دي عوامل ثانوية، لكن الأصل هو توجه الدولة. الدولة في سوق مال، عايزة سوق مال وعايزة تعمل توسعة في سوق المال وتستغله في التمويل وفي طرح شركات وتوسيع قاعدة الملكية، ولا هو مش في أولوياتها زي اللي بيتحول الدولة حاليا مخططة له وحطة له برنامج تنفيذه هتعمله قريب؟ إذن في عندنا خطة إنقاذ، بس قبل ما ناخد خطة الإنقاذ اللي اتطرف فيها الدولة، إحنا عندنا قطاع كبير جدا من المفترض اللي يكونوا مشاركين في البورصة هو القطاع الخاص، رأس المال جبان. الواقع في البورصة المصرية بيقول ان توزيعتها باربعها، ربع بنوك ربع مش عارفة اشياء اساسية وسلع اساسية واتصالات وتكنولوجيا، عندنا النص خارج هذه الجزئية خالص والاستثمارات. ايه اللي هرب، ايه الاشياء اللي كانت ازمات هربت راس المال الجبان ده وطلعته برا البورصة وخليتها مش من ضمن حساباته؟ طيب اولا يعني بشكر حضرتك على الاستضافة طبعا وكالمعتاد، وطبعا سعيد بوجودي مع الاستاذ ايهاب. خليني أوضح حاجة، احنا اتكلمنا هنا كتير أكتر من مرة على أن البورصة قبل عام 2011 تختلف عن البورصة بعد عام 2011 بشكل كبير، وبالتالي ما الذي تغير؟ يعني هناك عوامل عالمية ودي بنقسمها لعوامل جيوسياسية وعوامل اقتصادية وعوامل محلية، ودي نوعين، نوع تنظيمي ومؤسسي ومرتبط بطبيعة وقبضة الرقابة على السوق وطبيعة التعامل مع المستثمر كخصم أو كند أو كغريم، لدرجة أن حجم القضايا المرفوعة على المستثمرين يصل إلى مستوى قياسي في تاريخ البشرية، أو أن أنت عندك توجه معين إلى أن تفضل القبضة الرقابية على الترويج وعلى جذب الاستثمارات وعلى وجود آلية جيدة وسائلة عالية السيولة للتخارج، خاصة وأنت كدولة تتجه إلى التخارج بشكل كبير من ملكيتك في العديد من القطاعات بنسبة تصل إلى حاجة 70% في الصناعات التحويلية، وبنسبة أكبر في القطاع الزراعي، وبنسبة كبيرة في الريتيل وخلافه. كيف تتخارج؟ هذا ما طرحناه هنا أيضا خلال حلقة سابقة مع الأستاذ خيري، كيف تتخارج وأنت لديك سوق تعاني معاناة شديدة جدا بمؤشرات؟ يعني أجمل ما في البورصة أنك تتحدث بالأرقام، بلغة الأرقام، ودي مش بتكذب، لا تكذب أبدا. يعني إحنا كنا بنقول دايما، برجع ل 2008 ليه؟ لأن عند 2008 تحديدا قبل الصدمتين، في صدمتين، صدمة محلية وصدمة عالمية في 2008. الصدمة المحلية كانت قرارات الرئيس مبارك بتاعت مايو اللي هو قال هزود الأجور 30% وخلافه، والموجة التضخمية الشديدة اللي ضربت مصر، وكنا ساعتها يعني فولاتايل، أو يعني كنا بنبقى أي خبر من هذا النوع في عنف أو في تغيير شديد، المجتمع المصري كمان ما كانش زي دلوقتي، يعني تقبله للصدمات بقى مور ريزيلينت، بقى أكثر قدرة على التعافي كل شيء أهوى من كتر المصائب اللي شفناها، ومش مصر بس، العالم كله الحقيقة. فأنا بتكلم على اللقطة دي ليه؟ لأن اللقطة دي كاشفة، لما نمسك من 2005 اللي هي السنة اللي كان فيها أنجح طروحات حكومية، واللي نقدر نقارنها بالطروحات التي مضت منذ 2016 وحتى الآن، فنجد كارثة في الفرق بين البرنامجين، وهشرحها برضو. طب تيجي نوسع شوية دكتور، تفضل. يعني أنا عارفة أن إحنا عندنا عرض للأداء بتاع البورصة وارتباطه بالأحداث سواء كانت العالمية والمحلية، ما تيجي ناخدها كده عشان الناس تبقى شايفة معانا هي كمان العرض اللي حضرتك مجهزه لنا، ونطرح بيه. يا ريت يا أساتذة ممكن نشوف دي الأرقام. يعني أولا ده شكل المؤشر المصري الرئيسي، اللي هو أنا على فكرة أحد الحاجات اللي تولتها أني كنت مسؤول عن المؤشرات،
في البورصة ومسؤول عن القطاع رقابة على التداول والمخاطر، وثم بعد كده كنت مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، وكنت أيضا عضوا منتخبا كنائب رئيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمي للبورصات أول يعني وآخر مصري. المطبخ الداخلي والعالمي. عالمي وداخلي، وشفت كل عشان ما حدش يجي يقول لي أو يزايد عليا فيما أعرض يعني. فهذا يعني هذا المؤشر ده مؤشر إي جي إكس 30 اللي كان اسمه كيس 30 زمان. بس بالدولار. ليه بالدولار؟ إحنا بنشيل منه أثر الانفليشن الشديد اللي موجود في سعر الصرف المصري، وبالتالي اضطرابات سعر الصرف محايده في هذا المؤشر. لما نبص على الجزء الاول من التطور ولحد عام 2010 نجد ان في تقلبات وكل حاجه، من 2005 ل 2010 نجد ان في بالظبط نجد ان في تقلبات، لكن في اتجاه. لو رسمنا ترند لحد الفتره دي بس، لو رسمنا ما يسمى بخط الاتجاه، هيبقى في اتجاه صاعد. يعني وقفنا السلسله عند 2010 وقلنا لها كملي لحد الاخر، ودي انا عملتها الاكسرسايز ده، الاتجاه هيبقى صاعد للامام. لو خد اول ما تمتد من 2010 لما بعد ذلك، الاتجاه باين جدا اتجاه نزولي، على الرغم من التقلبات وعلى الرغم من مرورنا بكذا عامل محفز، منها مثلا تعويم عام 2016 اللي هو نوفمبر 2016 لم يؤتي اثرا خالص زي ما هو باين كده، منها التعويم الجديد الذي حصل مؤخرا. طبعا في صدمات زي كورونا وصدمات جيوسياسيه زي ما اتكلمنا قبل كده بتاعه الحرب الروسيه الاوكرانيه، ولكن صدمه كورونا بعد الاغلاق 2020 معظم بورصات العالم الكبرى تراجعت على اثارها في فتره الاغلاق بنسب تراوحت بين 1 و16%، ثم تعافت باثر الاساس، بنسميه اثر الاساس لما يكون الاساس ضعيف وبعدين تطلع، تعافت عام 2021 بنسب وصلت ل 60% في بعض البورصات باستثناء هونج كونج هي اللي كانت بتنزل على طول. ما الذي حدث في البورصه المصريه؟ لا شيء. انت انفصلت، لم تعد مرآة. وهذا ايضا بالدليل انك كنت عند 2008 قبل الصدمتين لحد نوفمبر في اعلى مستوى ليك، وبعدين بدات تنزل. كنت في لا كنت فين؟ كنت 103% راس المال السوقي. يعني ايه راس المال السوقي للمشاهد غير يعني المتخصص؟ راس المال السوقي هو قيمه راس مال الشركات المقيده، قيمه راس مال، القيمه السوقيه، القيمه السوقيه بتاعتها في التداول بتاعها. فقيمه السوقيه كانت وصلت الى 103%. يعني ايه 103% من الناتج المحلي الاجمالي؟ ايوه، ما هو هونج كونج 4000%، ما كل ما كانت البورصه متقدمه تزيد عن ال 100%، لان دي اصول بتتقارن بتيار. طيب كم هي النهارده؟ 8%. من 103% ل 8%. يبقى بتقول يبقى مرآة ايه؟ يعني مرآة مين؟ يعني بنقول دي مرآة للاقتصاد، احنا بنهزق الاقتصاد ما باختصار. وبعدين حضرتك قلت قطاعات ايه؟ وفي غير قطاع البنوك وبنك واحد، مش قطاع بنوك حتى، هو بنك المؤثر الكبير في المؤشر بشكل كبير جدا. العدد المتعاملين 3 مليون النهارده كام؟ لا في قطاعات 200,000 250,000. لا يعني بنتكلم على قطاع يعني 40% عندنا ربع بنوك اللي هو في بلوك كبير، وعندنا ربع تكنولوجيا واتصالات هو احنا ما عندناش غير قطاع واحد بس هو اللي معبر على الاقتصاد الحقيقي اللي هو قطاع العقاري. العقارات بس الاقتصاد الحقيقي فقط. ولا الاقتصاد الحقيقي يعني ده اللي نقدر نقول عليه بيمثل الاقتصاد الحقيقي، فيما عدا القطاع العقاري ما فيش. يعني طب تيجي نعملها نسبة وتناسب يا أستاذنا؟ اتفضل. بمعنى بعيدا عن القيم السوقية، لا خلاص، أنا عايز أعملها نسبة وتناسب حاجة تانية. الشركات الكبرى السبب أو المتسبب، عشان هنحل بقى المتسبب في الأزمات اللي عاشتها البورصة المصرية على مدار العقد اللي فات كامل، هل هي ليها علاقة بالأحداث السياسية وما حدث في العالم أو داخليا كمان في مصر وانعكاساتها على البورصة، ولا ليها علاقة بسوء إدارة وتداخل في يعني الجهات اللي بتتعامل مع البورصة لم تكن يعني في الأماكن الصحيحة، إدارتها لم تكن في الأماكن الصحيحة، ولا ليها علاقة بالجبن رأس المال فعلا؟ أو الجزئية الأخيرة بقى، الدولة كانت فين؟ هل يا ترى الدولة بإلغائها حد التنافس في فترة من الفترات بدخولها في استثمارات كبيرة ده كان ليه تأثير برضو على أداء البورصة؟ يعني أخطأت الدولة لما دخلت في الجزئية دي ولا لا؟ يعني نسبة وتناسب كام في المية كام في المية كام في المية من التأثير على آخر حتة اللي حضرتك قلتيها دي نسبتها 95%، وبعد كده نتكلم في الباقي. دي الخلاصة. يعني هو البورصة دي إيه؟ مش أنا قلت لحضرتك هي الخلاصة إن البورصة دي بتمثل النظام الرأسمالي القطاع الخاص، هي عنوان القطاع الخاص. فحين تتداخل الدولة لمنافسة القطاع الخاص انسى البورصة خلاص، ألف به اللي حصل زي ما قلت حقيقة قبل كده. ليه؟ علشان القطاع الخاص بيلاقي نفسه مش هيقدر ينافس؟ طبعا طبعا دي أمر مفروغ منه يعني. طبعا فمش هيخش البورصة. يعني أنا بقى أقعد بقى أقول الرقابة والدخول في الرقابة الموضوع حكومي بحت. يعني المسألة توجه دولة، هل الدولة لها توجه اقتصادي رأس مالي ومن ثم تقدر تدعم البورصة؟ يعني أنا أقول لحضرتك على مثال بسيط قوي، في سنة 98 أو في 97
مجرد ما أعلن عن بيع شركة من القطاع العقاري، شركة كبيرة يعني، أو إن هي هتطرح، البورصة طارت 70% و80%. ليه حصل كده؟ يعني مع إن مفيش حاجة حصلت لسه، ده مجرد إعلان، إعلان بس. بلاش دي. في 2005 و2006 الدولة باعت، أنا بسميها الهوى، بـ3 مليار دولار، اللي هي الرخصة الثالثة المحمول، باعتها بـ3 مليار دولار، اللي هم كام دلوقتي؟ دول فلوس كتير قوي يعني، جدا. الـ3 مليار دولار دول اتباعت بيهم ازاي الرخصة الثالثة؟ بسبب التوجه بتاع الدولة في وقتها، ان هو توجه بيدعم الاستثمار غير المباشر والاستثمار في البورصة، وبيدعم سوق المال. عشان كده السوق المصري كان من 2003 ل2008 احد اقوى الاسواق على مستوى العالم. البورصة المصرية عملت اعلى اداء من 1000 نقطة ل 12000 نقطة في 2008. صحيح، العصر الذهبي للحديث، عصر غير عادي. ومن قبلها كمان على فكرة، يعني احنا بس احنا بنتكلم الحديث فيه. يعني ومن قبلها يعني، اقصد من 98 برضو 97. صحيح. لكن كان من 2003 ليه؟ كان صادر قانون البنك المركزي، تعديلات البنك المركزي اللي هو التصالح مع رجال الاعمال، حصل تحرير لسعر الصرف، حصل طرح لشركات في البورصة. كل دي كانت عبارة عن بلوك كده اخبار دفعت السوق الى يعني مصاف مختلف تماما. تعالي نشوف بقى احنا بنعمل ايه من 2015 ل 2016. بنعلن عن اننا هنطرح شركات، لم نطرح شيء خالص، طرحنا شركه واحده فقط. اعلنا على تاجيل ضريبه الارباح الراسماليه، بنتخانق على ضريبه بقالنا 7 سنين او 8 سنين، بنتخانق على ضريبه من 2014 اثبتت عدم جدواها تماما. ولما تعدلت وبقت ضريبه دمغه، بدات تدخل شويه فلوس معقوله، وبدا يبقى في حركه في السوق. طب والفلوس بتاعتها دي تقارن بالمكاسب اللي ممكن تحققها؟ بالخسائر. ما انا بقول بالمكاسب ولا لها علاقه بيها البورصه لو لغينا ده اصلا. ما انا قلت حياتك، انت بعتي الهوا ب 3 مليار دولار، في اكتر من كده اثبات ان البورصه دي ممكن لوحدها مش تحل فلوس مشكله الدمغه يعني، مش فلوس الدمغه ممكن تحل مشكله سعر الصرف. يعني البورصه لوحدها لو تم الاهتمام بها بما يعني بيقول الكتاب، وفهمنا اهميتها، من مش انها مجرد جماعه كده قاعدين يتداولوا، لا، بدل ما انا مهتم بالاستثمار في ادوات الدين الحكوميه، وده برضو استثمار غير مباشر، ما انا ممكن النهارده الاجانب اللي خرجوا وعملوا لنا هزه في سعر الصرف دول، اللي هم ال 20 مليار اللي اعلن عنهم دوله رئيس الوزراء في المؤتمر الاقتصادي. وقال احنا مش هنقول لحد ما يمشيش اللي عايز يمشي. بالظبط كده. طب ما يقدرش يعمل كده، لازم طبعا ما يقدرش اصلا، ما عندوش. فبالتالي لو هم كان الفلوس دي استثمارات في اسهم او في شركات، هل كانت هتخرج بذات السهولة دي؟ يبقى إذن أنا لما اعتمدت اعتماد كلي على الاستثمار في أدوات الدين أنا أخطأت. طب أخطأت أصلح إزاي؟ باللي بيتقال دلوقتي. لكن طب الفارق أدوات الدين علشان الناس كمان تبقى أدوات الدين اللي هي الأدوات أذون وسندات، أذون وسندات الحكومة اللي بتطرحها الحكومة. الأجانب بتيجي تحول فلوس الدولار لجنيه وتخش تستثمر فيهم، تاخد الفايدة بتاعتهم وتدفع ضريبة خاصة بمشروعات الحكومة اللي بتطرحها فلوس، بالإضافة إلى طبعا سعر الصرف كمان زي ما حصل يعني مؤخرا. فبالتالي بيبقى مكسبهم مضاعف وبيخرج في أي وقت، وبنسميهم يعني الهوت ماني اللي هم المال الساخن. المال الساخن اللي بيخش يحقق أرباح بسرعة ويهرب. فأنا مش عايز ده، أنا عايز ناس تخش زي ما كنا في 2003 و2004 و2005 لحد 2008 بتستثمر في الأسهم بتاعتي، زي ما شفنا الفوائد الخليجية الضخمة لما البترول وصل ل 140 دولار، الفلوس دي كلها ضخت في مصر، توجهت للبورصة. بالظبط، توجهت لمصر، الاستثمار في مصر اللي عمل بقى المناطق التجمع و6 اكتوبر، كل دي شركات خليجية هي اللي بدأت الطفرة الكبيرة دي والاستثمار في كل الكلام ده وعن طريق سوق المال. فأنا لازم أعيد التفكير بنفس هذا التوجه. وأنا شايف مؤشرات الحقيقة من حتى من المؤتمر بتاع دولة رئيس الوزراء ماشيين في الاتجاه ده. طب أنا حاجة لحضرتك تاني علشان تقولي الخطوات اللي كخبير إن أنا لو شفتها نابتة بتدخل إحنا داخلين في نطاق الحل الصحيح، وأنا أقدمها كمان كنصيحة للجهات المسؤولة. طيب بس الدكتور مدحت، أنا عندي سؤال الحقيقة ليه علاقة بالناس أو الأسماء اللي داخل البورصة. البورصة الطبيعي أنها متقسمة أموال داخلية بتاعت الناس المصريين والأجانب، سواء كانوا بقى عرب أو أجانب. النسبة والتناسب بتاعتهم ممكن تهز السوق لما نقول إن طلع الهوت ماني اللي موجود في البورصة للدرجة دي أثر على البورصة المصرية وأدائها، ولا المعلومة دي إحنا يعني لا، هي البورصة ما فيهاش هوت ماني. يعني خليني اقول لك، الهوت ماني هيبقى في السندات، والسندات بتمر مرور الكرام على البورصه، يعني حتى الان كل حتى مكاسبها تعود وتقول الى البنك المركزي حتى بالمقصه بتاعتها. لكن اللي عايز اقوله بس تعقيبا على الاستاذ ايهاب، وانا بقدر طبعا رؤيته وارى وتكلمت كثيرا عن اثر المزاحمه في بعض القطاعات، لكن ارى ايضا ان اهميه الاقتصاد، اهميه الاستثمار العام في فتره ما بعد 2013
لم تكن رفاهية. يعني دخول الدولة دخول الدولة بالاستثمار في قطاعات بعينها بالعكس، يعني حتى هناك دراسات في مصر وغيرها أن أثر يعني مبلغ معين أو زيادة بنسبة 1% من الاستثمار العام ممكن يؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بمضاعفات هذه النسبة. فلا كان مهما، متى نقول أن هذه المزاحمة كانت سببا في نفور المستثمر من المرآة؟ حينما يكون الاقتصاد الحقيقي نفسه قد تضرر منها. فهل تضرر الاقتصاد الحقيقي منها؟ طيب قطاع الحديد مش فيه منافسة وفيه مزاحمة؟ قطاع الحديد صدر أول امبارح شركة واحدة منهم بمليار دولار، وكانت سببا في أن الناتج المحلي الإجمالي يصعد في كوارتر واحد بس، في ربع واحد أو في نصف سنة بحوالي 9%. بل إجابة لا اللي أنت عايز تقولها دلوقتي. طبعا. بالمناسبة قبل ما يعني قبل ما ندخل نكمل الجزئية دي، خبر مفرح يعني بما إن الناس بتتابع الماتش وعايزة 1-0 في الدقيقة 85 مصطفى محمد لمصر. يلا إن شاء الله نقول مبروك في نهاية الحلقة. يا رب يبقوشنا حلو على إن شاء الله. فدي نقطة مهمة. يبقى إذن أنا زي ما بنقول لو البورصة لو مرآة، طبعا أنا بقول لك دلوقتي إنها دي أتاتش، ده معناه إنه مش ملهاش علاقة بيها. لا مفيش يعني مفيش أثر يعني أكيد في أثر، مفيش انعكاس حقيقي للي حاصل. يعني يعني هل مثلا أنا كمستثمر أجنبي دخلت لقيت ورقة بسعرها بقى بالمليم دلوقتي بقى بينزل يعني من المبالغة يعني مقابل المبالغة سعرها بقى أقل كتير جدا من قيمتها حتى الإسمية، مش هدخل أشتري عشان خايف الدولة تزاحمني في القطاع ده؟ مش حاصل، ده مش حقيقي في كتير جدا من الورق اللي بنتكلم عنه. لكن سمعنا مستثمر اجنبي في لقاء مسجل بيكلم الرقيب وبيقول له انا خايف منك، انت بتلغي العمليه كل يوم، والقواعد ازاي ياخد قرار استثماري؟ يعني خليني اضرب لك مثال صغير بس عشان الناس مش فاهمه الحته دي، عشان كنت مسؤول عن قطاع التداول. بلغي العمليه كل يوم، انا هي دي اللي هقف عندها. بلغي العمليه كل يوم بمعنى ان انا ممكن تبقى عمليه شغاله والغي العمليه تجاه بنهاية الرقابية. اولا الرقيب بالتعريف هو رقيب الصف الثاني، يعني ايه سكند لاين ريجوليتور زي الاس اي سي في امريكا. سكند لاين ريجوليتور ده ما يدخلش في الاعمال الدي تو دي، ملوش علاقه بيها اصلا، ده يجي يحقق في قضيه، يحقق في شكوى ويقعد بالسنين يحقق فيها وفي الاخر يحولها على النيابه او ياخد فيها قرار. مش تداخل يومي في التداولات اليوميه في التداولات. ده بتاع الفيرست لاين ريجوليتور او خبي او رقيب الصف الاول، وهو الرقابه على التداول في البورصه المصريه والرقابه على السوق. ودي داخليه بتبقى جوه البورصه، دي جوه البورصه. والبورصه دي عشان بس الناس تبقى فاهمه هي في مصر ستيت اوند، لكن احنا كنا رايحين نعملها ديمتراليزيشن، هي مملوكه للدوله لكن احنا كنا رايحين نخليها مملوكه لسه مصر في طريقها الى ان تكون مخصصه بالكامل. وعندنا تعديلات عملناها 2010 على قرار الجمهوري تخلي من حق اي انسان يعمل بورصه، ولعلمك دي معطله ودي من الحاجات اللي احنا عايزين نقومها دلوقتي، ان من حق مجموعه من الناس عندها دي هتكون مفيده بورصات خاصه. ما هي اي دوله في العالم عندها اكتر من بورصه او اي دوله كبرى. المرحله اللي احنا فيها دي هنحتاج لها اذا كان طب مع وجود الريجوليتر مع وجود المنظم، لا لانه هيظل منظم عليها هي كمان. طب. لكن اذا تغيرت الفكر والاداره ليه بقى؟ انا بقول لحضرتك الكلام ده ليه. الفكر بيقول لك يعني هي اشخاص، اشخاص طبعا اشخاص. حينما يكون سوقك بهذا الحجم الشخص يبقى مؤثر فيه طبعاً. حينما يكون هذا الشخص يتخذ قرارات تهدد بنوك استثمار كبرى ويلغي مش عارف ده في بنك دون ذكر اسمه بنك استثمار كبير يعني كان يترأسه رئيس بورصه سابق ما فيش اكتر من كده وضوحا يعني كان بتتلغي له عمليات كل يوم بنسبه عمليات لما قريت ارقام العمليات اتلغت يعني اشفقت على المتعامل. تخيل حضرتك كان لاسباب حقيقيه ولا المحكمة امبارح الحكم عنوان الحقيقة المحكمة امبارح مبرأة كل الناس اللي كانت متهمة في القضية دي مبدئيا يعني وقبل كده في احكام كاشفة يعني اكتر وضحت الصورة. انا بس عايز اقول حتة صغيرة في حتة الغاء العملية. تخيلي انت داخلة شارية انت مستثمر ساعتها الرقيب في الهيئة بس نعم الرقيب ما كانش في الهيئة ساعتها ما بس هو موجود ليه المادة 21 مقرر معلش ما هو موجود من 2010 او من 2011 موجود في مواقع رقابية كانت الصلاحيات موجودة عند البورصة لما كان رئيس بورصة وتحولت الى الهيئة لما بقى رئيس هيئة مش وده تغيير في القواعد وفي اللوائح. عمليه حضرتك اشتريتي في سهمين سهم انت او اشتريتي في سهم وبعتي في سهم مثلا فانت معتمده انك هتشتري في السهم ده على معلوميه بمعلوميه انك هتبيعي في السهم ده داخل لك ايراد معين وهتكسبي من السهم ده خلاص ساب لك العمليه انت اشتريتيها لانك كنت في سهم هو مش مهتم بيه ولغالك العمليه اللي بعتي فيها خلاص انت كده خسرتي في الحته ما معيش فلوس انا ما بعتش عشان اشتري. فالمستثمر قال له مفيش حاجه بتحصل كده في العالم مفيش حاجه في الدنيا بتحصل كدا. واحنا ايامنا لما كنا ماسكين رقابه تداول وكنا بنعمل قرارات رقابيه عنيفه وشديده جدا لكن ما كانتش بتطفش المستثمر لان ما كانش فيها غرض التقصد ولا مفيش فيها مفيش تدخل مفيش تدخل مباشر في العمليات اللي بتحصل. حتى يعني سمعنا عن ان الجلسه الواحده ممكن يتغير فيها كمان القاعده اكتر من اثناء الجلسه. طيب انا دلوقتي بما ان احنا وعدنا الناس هنطرح حلول جزء من الحل وحضرتك بتتكلم كان هو خطة الدولة لطرح بعض الشركات صحيح. الكبرى ومش حتى من ضمنها الشركات المملوكة شركتين مملوكتين للجيش في البورصة وده ممكن يعمل حالة من حالات الإنعاش. لكن قرار طرح شركات حكومية في البورصة الحقيقة بيتم تأجيله هي دي المشكلة
السبب وراء هذا التأجيل خوف انت مع التأجيل لحد ما تستقر امور المرسل بمنتهى الصراحه، ولا احنا لو طرحنا، ما هي لو طرحت بارقام قليله ممكن يبقى في تداعيات سلبيه؟ هقول لحضرتك الموضوع ببساطه، احنا في حاجتين في ايدينا، جانب الطلب وجانب العرض. لما يكون الطلب مش موجود زي ما احنا دلوقتي كده بنعمل ادنى قيم تعاملات من سنين على الجهات المنظمه او الجهات الحكوميه ان هي تبتدي تعمل على الجانب الاخر اللي هو جانب العرض، لانه العرض هو اللي بيجيب الطلب في النهايه. ففكره ان انا ممكن اطرح شركه دلوقتي ما تحققش الغرض المطلوب قوي. ليه؟ لانه لسه انا مش شايف النيه الحقيقيه للحكومه او التوجه بتاع الدوله لسه ما وضحش. ليه؟ لانه نفس الحكومه اللي موجوده دلوقتي هي اللي كانت موجوده لما طلعت قرارات المجلس الاعلى للاستثمار في 2016، وقيل وقتها ان الطروحات بتستهدف 80 مليار جنيه، وكان في برنامج طروحات اعلن عنه في وقتها، والسيد وزير الماليه اللي هو كان موجود برضو اتصور كان ساعتها نائب لوزير الماليه وقتها، وان هم 24 شركه هيتم طرحهم ويجيبوا 80 مليار جنيه. كم شركه طرحت؟ شركه ثلاثة طرح سنوي، ثلاثة طرح سنوي، واحدة الوحيدة اي فاينانس طرح اولي، ومعظمها برايفت بليسمنت 6% برايفت 6%. واللي افشل ده ايه؟ اللي افشل الخطة اللي كانت مزمع انها تتعمل يسأل في هذا الحكومة، لكن هو بشكل عام يعني بشكل عام. لا ما هو ده اللي انا بقوله، يعني انا بقول فاضي، هو عنده حق ان هو يقلق من انه يكرر التجربة ويقع في نفس المأزق. في فترة الكورونا وعلى عكس العالم ما كان بيتصور، ودي انا قلت في وقتها حتى المفروض يتعمل فيها ريسيرشز في الحته دي، دراسات. ان دراسات، لان البورصات على مستوى العالم حصل فيها طفره غير عاديه على عكس المنتظر تماما. يعني كانت الناس بتتصور ان الاقتصاد كله هينهار والدنيا هتقف، لكن اللي حصل في كل العالم ان البورصات حصل فيها طفره غير عاديه. ساعتها انا في بدايه الازمه قلت ناديت وصرخت في كل حته، الحقوا اطرحوا دلوقتي، الناس كلها قاعده في بيوتها، فبقى المحلات والشركات والمصانع متوقفة كلها متوقفة. فاحنا عايزين، هو ده المجال الوحيد اللي هتستثمر فيه الناس. فالناس دخلت حتى اللي ما لهمش في البورصه راحوا عملوا اكواد وبداوا يخشوا البورصه في هذا التوقيت من سنه من مارس 2020 الى حتى مارس 2021، اعلى فتره حصلت في البورصه عندنا في وقتها، والفوليومز عليت جدا. صحيح الاداء في المجمل كان سيء لان التوجه نفسه مش موجود، لكن كان ممكن نقدر نستفيد في التوقيت ده، وللاسف برضو ما استفدناش. فده اللي عامل القلق. المره دي ممكن نتفادى الاخطاء اللي حصلت في المرات اللي فاتت، اذا عملنا ايه؟ اول حاجه ان انا لازم برضو هرجع تاني واقول نفس الكلام، ضريبه الارباح الراسماليه دي لازم توقف فورا. حضرتك انت وقفتها في 2016 عشان تدعم برنامج الطروحات. طب احنا النهارده بنعيد الكلام على نفس الموضوع وهنرجع تاني. يبقى دي اول حاجه، يبقى دي اول حاجه لازم تتوقف فورا. تاني حاجه، الحاجه الثانيه ان انا ابتدي اعمل حوافز للقيد في البورصه. في 98 لحد 2008 كان في اعفاء ضريبي على جزء من ارباح الشركات، ده تسبب في ان البورصه وصل فيها عدد الشركات لاكثر من 1200 شركه. احنا لو عدنا نفس التجربه تاني معناها هنوصل لنفس عدد الشركات واكثر، وبالتالي الفوليومز هتزيد، يعني مش عايز اقول ان هوصل ل 5 6 مليار، ولكن على اقل تقدير هعمل سيوله مختلفه تماما لما يبقى في ثلاثه. اخر حاجه بقى ان الشركات المفترض هتطرح في الحكومة، أنا بتمنى أن يبدأ أو يتم البدء بشركات القوات المسلحة. شركات القوات المسلحة يعني في تسعيرها ممكن ما تقابلش المشكلة اللي ممكن تواجهها الشركات الحكومية. شركات الحكومية ممكن وهي بتسعر يبقى فيه الأيادي المرتعشة شوية، فنبص نلاقي تسعير مبالغ فيه شوية فينزل يبوظ لي كل برنامج الطروحات. لكن القوات المسلحة ممكن تحط تسعير، لان وجودها ليه ثقل كبير في السوق. ده لسه دي هقول لحضرتك دي النقطه الثانيه. فبتحط التسعير الى حد ما ممكن يبقى جاذب للمستثمر، وبالتالي تدي له فرصه انه يكسب. الحاجه الثانيه هو الثقه اللي انت عايزه ترجعيها للناس ثاني. فاكتر شيء ممكن او اكتر حاجه الناس بتثق فيها دايما هو القوات المسلحه. فبالتالي ان لما اطرح شركات، ودي هتبقى سابقه طبعا، ف هيكون ده اكبر نجاح لبرنامج الطروحات لو انا عايز انفذه. ما ابداش بشركات الحكومه، ابدا بشركات القوات المسلحه. عظيم. دول الثلاث خطوات الاساسيين. بما ان لسه فاضل عندنا دقيقه او نص، هناخد فيهم من وجهه نظرك ايه ده. وعايز افرحكم طبعا ان الماتش خلص ومصر فازت 1-0، وان شاء الله بدايه جيده جدا جدا لسلسله من الماتشات ل 23.
عايزين فوق البورصة كمان تكسب خلال الفترة اللي جاية. في الأجل القصير أقل من 3 شهور يجب الاستفادة من انتهاء الترم بتاع مجلس إدارة الهيئة اللي خلص من مارس اللي فات، ويتم ضخ دماء جديدة تماما. بداية تكليف هذا المجلس الجديد تشكيل لجنة لدراسة جميع القرارات واللوز والباي لوز، القوانين والريجوليشنز والاجراءات التنظيميه منذ 2010 وحتى الان قبل طرح الشركات. كل ده قبل طرح الشركات. طرح الشركات انا حطيت له تصور والحمد لله في في في, في ورقه من الاوراق، والدوله بدات بيه اللي هو فكره ان يبقى عندي سياسه وفلسفه لملكيه الدوله، وقد وضعت في المسوده الاولى ان شاء الله المسوده النهائيه تكون خلصت بعد الثلاث شهور ما يكونوا عدوا طبعا، يعني في الاجل المتوسط فلسه في الاجل القصير ايضا بعد هذا التغيير الضروري، لانه هو ليس كافي لكنه ضروري عشان تقدر تشتغل، لان من افسد شيء لن يصلحه يعني في هذا السياق. فيجب ان تكون هناك يجب ان تعاد تشكيل اللجنه الاستشاريه الاجنبيه او الدوليه التي كانت في البورصه، وكانت من قامات كبيره جدا، وكان فيها رئيس بورصه شيكاغو ميركنتايل، وكان فيها رئيس بورصه ميلانو، كنا بنتعلم منهم واضفنا بفكرهم الاي تي افس او الصناديق المؤشرات، واضفنا بفكرهم تصور كامل عن المشتقات وخلافه. يجب ان يعاد تشكيلها بعد ما تم التخلص منها بوجود الاداره الجديده عام 2011. يجب ايضا ان يكون هناك تصور سريع للاندر رايتر، عشان كنا بنتكلم على التقييم، التقييم هنا الاندر رايترز بالنسبه للبرنامج الحكومه اذا لم يراجع بالكامل، يعني واعتقد هو في سبيل الى المراجعه بالكامل، الاندر رايتر يشتغل بشكل مختلف تماما. كل ده في الاجل القصير جدا. عندي بعض البرودكتس اللي هو اقل من 3 شهور، اقل من 3 شهور ده ممكن يتعمل، ده سهل قوي. وعندي بعض البرودكتس اللي خرجت، يعني عندي فلوس خرجت لفين، لازم ادور فلوس راحت فين. في فلوس راحت للذهب، عشان اجيبها لازم اعمل مثلا صناديق ذهب عشان تجيب نفس المستثمر اللي من النوع ده، وفي راحه العقار اجي اعمل صناديق عقارات مثلا، فدي اسباب. وعندنا شكل الاولى طبعا صكوك وخلافه. في الاجل المتوسط هيبقى عندي فسحه اكتر اني اعدل في ريجوليشنز بقى بعد ما اللجنه خلصت شغلها، هرجع الريجوليشنز ازاي، هرجع ثقه المستثمر، حد اشارات ايجابيه باني مش هتدخل في التعاملات والالغاءات والكلام الفارغ اللي كان بيحصل ده. هيفيد جدا علشان اعمل خطه بتاعت الاجل البعيد. الاجل البعيد من ضمن الحاجات طبعا نتحول لمركز اقليمي مالي اقليمي طبعا، زي ما كان هدفي في 2010، وكنت بالفعل مسابق بورصه جوهانسبرغ ان انا اقدر يبقى عندي فرصه اني اعمل ديمتراليزيشن للبورصه، واعمل وخصخص البورصه تماما عشان ما حدش يتدخل فيها، والرقيب يبقى دوره محدد. ويا ريت لو قدرنا نفصل الثلاث جهات رقابيه اللي لما اجتمعوا الثلاث جهات فشلت، التامين فشل بالمؤشرات، البنتريشن ريت بتاعنا فشل، التمويل العقاري فشل، السوق المال فشل. اعتقد دي روشته من خبراء لانقاذ زي ما قلنا حلقه من اهم الحلقات لاصلاح الاقتصاد المصري ودوره راس المال داخل مصر، سواء كانت الداخلي او الخارجي الوافد من الخارج. كل شيء قابل للتحقيق. احنا هنا في حديث القاهره متبنيين القضيه، طرحناها اكثر من مره ايمانا مننا ان كل واحد فينا في مكانه بيأثر. احنا بنشكر ضيوفنا اللي طرحوا لنا رؤيتهم سواء كانت في اسباب المشكله وطريقه الحل، نشكرهم جدا لوجودهم معنا النهارده، الاستاذ ايهاب سعيد خبير سوق المال وعضو مجلس اداره البورصه سابقا، شكرا جزيلا. وطبعا ضيفنا الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي والرئيس الاسبق لقطاع رقابه على التداول بالبورصه، شكرا جزيلا. خلصنا حلقتنا خلاص، دلوقتي بقت 11 بالظبط. مبروك لمصر، مبروك لمنتخب مصر، ولادنا رجاله عملوها. خلصت حلقتنا النهارده، بكره 9 مساء ان شاء الله هنقابلكم وحديثكم، حديث القاهره حديث العالم هنا على شاشه القاهره والنس. تصبح على خير.